أعزائي المشاهدين، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج اسأل مع ميرا. وسعداء جدا النهاردة أول الجمعة من أول من الشهر، ومعانا أستاذ سليم إبراهيم زي ما متعودين إنه يكون معانا في أول الشهر. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا ميرا، أهلا وسهلا. دايما منورنا وبتفيدنا كتير جدا، والنهاردة حلقة شيقة جدا جدا، فخليكم معانا واتصلوا بأصحابكم وقرايبكم علشان يقدروا يشوفوا الحلقة. إيه أخبار حضرتك وصحتك يا فندم؟ أولا كل شهر وأنت طيبة. كل شهر وأنت طيب يا فندم. وتعودت أنت على حكاية كل شهر دي. ايوه الحمد لله، نحمد ربنا كل حاجه، للصحه كويسه والامور ماشيه كويسه وتمام الحمد لله، والقوانين يا فندم كويسه وكل حاجه ماشيه كويسه، وبدانا نتعافى من كورونا والامور بدات ترجع لمجراها مره تانية يعني. مظبوط، بس اتمنى بس الناس تلبس برضو الماسك شويه وهي طالعه، لان لسه في حد واخد الفاكسين وجاله برضو الكورونا بعد ما خد الفاكسين. بعد ما خد الفاكسين هو مش بيمنع الكورونا، هو بيقلل من حدتها يعني، فبرضه ناخد بالنا ونلبس برضه الماسكات يكون احسن. طب انا خليني اسالك، انا بقى انت بتقولي امبارح كان عندكم ميتنج في السفاره. كان ميتنج مهم قوي، واحكي لي بقى، قولي لي ايه اللي عملتوه. طيب انا بشكرك عشان سالتني. احنا معانا صوره ممكن نشوفها، سعاده السفير احمد شاهين. طبعا هو سفير، احنا مسميه، هو بقاله اكتر من سنه ونص دلوقتي، بس هو يعتبر بالنسبه لنا جديد. هو اللي واقف في النص جنب ابونا بشوي وجنب استاذ وائل في النص بينهم، وطبعا استاذ رأفت صليب ودكتور محفوظ كان موجود، ويعني وكانت كوبتكسات موجوده وقنوات تانية كتير، واستاذ عزمي طبعا كان موجود برضو، اورثودوكس نيوز بنحييه. فيعني كانت لفته حلوه جدا جدا من سعاده السفير احمد طبعا. وعايزه اقول لك ان هو كان يعني الكورونا فعلا، مش عايزه اقول ظلمته، بس اخذته منا وقت كبير قوي. انسان قد ايه واعي ومثقف. وطبعا كنا بنحتفل ب 30 طبعا جون 30 طبعا، وهي يعني انا بسميها ثوره الحريه والشرف، لانها طبعا. وهو كان قد ايه انسان يعني فرحان جدا بالجاليه ونفسه يتعرف على الجاليه اكتر، وعامل بقى بلانز فظيعه جدا. فكل الناس عايزه اقول لكم ان هو بيفكر في اولادكم جدا، وهيعمل مسابقات كتير قوي لاي حد بيلعب كره القدم، وهيعمل جوائز لكل الناس اللي عندها كارير وبتحاول تحسن من شكل الكوميونتي والمصريين قد ايه ناجحين في مصر. فهو عامل بقى جوائز وبلانز، ومحب جدا ونفسه يتعرف على الكوميونتي جدا جدا. فاحنا بنشكره على هذه الدعوه الجميله وفرحانين بيه جدا. ومصر دايما ولاده يعني. يعني امبارح انا حاسه ان هو اتولد نجم جديد في كاليفورنيا. هو استاذ احمد فعلا، مش بقى بنافق ولا اي حاجه. وكمان عايزه اقول لك ان السفاره احسن حاجه انك تقدم في السفاره على اي حاجه من خلال الفيسبوك، بيردوا عليك في اقل من 24 ساعه. جميل. والباسبور يا جماعه، اللي عنده باسبور اكسبايرد بياخد وقت شويه، 4 5 ممكن 6 شهور علشان تجدد، ولكن عاملين زي دوكيمنت كده، ورقه بتروح تدفع تقريبا $20 وصورتين بيدوها لك وانت واقف، صالحه لمده 30 يوم تقدر تسافر بيها. لو انت عايز تسافر مصر في اي ايمرجنسي بتطلع في يوم واحد يعني، في نص ساعه. اوكي. وبعدين لما بتروح مصر بتقدر تجدد الباسبور بتاعك. عاملين خدمات كويسه جدا ومتفاهمين ومحبين، واحنا بنشكرهم وفرحانين ان مصر بتبعت لنا ناس دايما يعني لامعه كده وناجحه كده. احنا محتاجين لكده. بس هل ليا سؤال، هل هي السفاره مفتوحه ولا كل التواصل مع السفاره كله عبر التليفون؟ لا، اعتقد ان السفاره دلوقتي عبر الفيسبوك بس. بس هي مفتوحه في واكن، بس بالابوينتمنت يعني. مش واكن بالابوينتمنت، في بتقدر تروح بس بالابوينتمنت يعني. لو حصل ان في حد عايز يبقى بيرسونال، يبقى موجود في السفاره، ياخد ابوينتمنت ويقدر يروح. ممكن يقابلوه. طيب، بس برضو يتواصل. هو قالوا متواصل على الويب سايت او الايميل بتاع السفاره او الفيسبوك، بس انا شايفه ان الفيسبوك سريع جدا. كل اللي اتعاملوا يعني يكلموني قالوا لي ان ردوا على الفيسبوك رايت اواي. بس يا ريت السؤال بتاعك يكون واضح، ويعني شورت سنتنس، وتبعتها ومن غير اي اهلا وسهلا عاملين ايه اخباركم ايه الحاجات دي يعني، ابعتوا سؤالكم على طول. ايوه اوكي. طيب في سؤال، طب يعني الناس ازاي يعني، الناس اللي هي ما عندهاش معرفه كافيه ان هم يستعملوا الفيسبوك ولا زي كده. حلو قوي. سؤال جميل جدا، لانه اتسال سعاده السفير امبارح. ايوه. سعاده السفير قال ان ممكن تروح على الويب سايت، في ايميل كمان، لكن انا شايفه ان مفيش حد دلوقتي ما عندوش فيسبوك. واللي ما عندوش فيسبوك ابنه عنده فيسبوك، او اخته، او جاره، او صاحبه عنده فيسبوك. اوكي
اوكي. وفي ناس قالوا لي احنا ما عندناش فيسبوك، عرفوا يعملوا فيسبوك ودخلوا وخلصوا على طول ورقهم اقل من ساعتين، يعني الجواب بيروح بسرعه جدا. فاحنا فيري لاكي ان في ناس يعني هم قاعدين منتظرين الاسئله. هو يعني انا طول عمري كنت بحلم حاجه بخصوص يعني بخصوص الجاليه المصريه يعني. كان من زمان قوي قوي نفسي ان الجاليه المصريه يبقى لها زي مركز خاص بيها. أيوة. يعني مركز الجاليه المصريه كيعتبر كنادي كتجمع كحاجه زي كده. ايوه يعني انا شفت بعض الجاليات العربيه عندهم مراكز يعني يفتخروا بيها. صحيح، ده حقيقي. استاذ رأفت صليب اكشلي يعني طرح الموضوع ده امبارح. وبس ده بقى موضوع، ما هو السفاره مش هتعمل مليون حاجه، ده موضوع بقى جاليه مصريه انها تتحد. لماذا لا نتحد؟ هو ده السؤال اللي طرح برضو بالامس، لماذا لا نتحد؟ مش عارفين نتحد ليه بقى؟ مش راضيين. هل احنا عندنا حب الانا؟ نو مش للدرجه دي. يعني انا بعتقد دائما ان المصريين ما عندهمش روح المبادره، هو عنده روح الاستجابه. ايوه احنا عايزين ليدر. برافو عليك. هو ما عندوش روح المبادره، هو عنده روح الاستجابه، بيستجيب لكل حاجه بتكون حلوه وجميله وبيستجيب لها. ايوه انما ما اعرفش ايه السبب ما بيروش بدره، يمكن بسبب ان هو مثلا الانا، او بسبب يقولوا عليه ان هو يعني شايف نفسه شويه او حاجه زي كده. فدائما فالمبادره عايزينها تبقى تيجي مثلا من ايه، من راس كبيره. يعني لو السفاره هي مثلا تقوم هي والاستاف اللي موجود فيها يفكروا مثلا في عمل مركز للجاليه المصريه ويطرحوه يعني للاكتتاب من ناحيه التمويل. أيوة. وبعد كده ممكن جدا مركز الجاليه المصريه ده يبقى جوه منه نادي، يبقى جوه منه. من زمان يا ميرا وانا كنت بحلم ان احنا يبقى عندنا، حتى لما جاء وقت من الاوقات وبدات اعمل نوع من الخدمه فقلت عليها مركز الجاليه المصريه للهجره والخدمات الاجتماعيه، قلت مركز الجاليه المصريه طبعا. فيعني يا ريت يبقى حاجه زي كده بدل ما تبقى هي حاجه يعني احاديه، يعني تبقى شخصيه. صحيح. تبقى حاجه عامه، تبقى الجاليه تتبناها يعني الجاليه طبعا. واحنا عندنا ناس ناجحه جدا جدا، رجال اعمال وسيدات اعمال ناجحين جدا، وكلهم يتمنوا طبعا انهم يشوفوا اولادهم في الكوميونتي يعني المصريه والكالتشر بتاعتنا، ما يروحوش بره لانها طبعا بتعمل فرق كبير. فاحنا ان شاء الله هو عنده افكار كتير جدا جدا للجاليه المصريه زي ما قلت لك. هو عنده بلانز، مفاجات كتير قوي قوي. ومفيش اي مشكله ان اي حد محتاج اي ورق او توكيلات من السفاره، مفيش اسهل من كده يعني. وكلها ايه، 20 دولار 15 دولار حاجات كده يعني رمزيه جدا. والغريبه احنا يعني غالبيتنا معظم الناس اللي بيتصدوا للاعلام او بيتكلموا في الاعلام او حاجه زي كده عندهم رغبه ان هم يعملوا حاجه عايزين. بس الـ يعني المبادرة. عاده بتبقى ايه، فرديه يعني. المبادره والاستجابه يعني فالمبادره لما بتيجي من راس كبيره، من راس كبيره بتبقى الاستجابه لها سريعه وحلوه، وفي نفس الوقت بيبقى فيها نوع من الثقه. نعم. واخد بالك؟ الناس ما بتحبش قوي انها تنقاد ورا واحد ما بتعرفوش. ايوه. لكن لما بتبقى سفاره كشخصيه معنويه طبعا شخصيه كبيره ان شاء الله دي تبقى خطوه كويسه، تبقى طبعا البركه طبعا. الاستاذ يعني. احمد شاهين ليه يعني تاريخ كبير، وكان سفير في عده بلاد يعني مختلفه. وهو انسان لطيف جدا ودمه خفيف جدا، وانا بحييه وبشكره على هذه يعني المبادره اللي هو عملها. ويعني هي كورونا ظلمته شويه، بس دلوقتي هو جه في الوقت اللي دلوقتي حسيت فعلا قد ايه في نجم عندنا جديد يا جماعه في الكوميونتي. فرحانه جدا جدا بيه، وفخوره ان مصر بتبعت لنا ناس يعني شاطره. مصر يعني اكثر من 100 مليون يعني، ربنا يبارك فيها. صح يا مصر طبعا، هتلاقي فيها حاجات، يا رب يبارك وكل الامور تمشي للخير يعني. امين. وبشكر الاستاذ رأفت صليب برضو تعب معانا امبارح، وهو راجل اعمال برضو ممتاز جدا، وهيكون معانا قريب في برنامج اسال مع ميرا. ناس هتعلم منه كتير جدا جدا، وعندي حاجات كتير قوي في اسال مع ميرا جايه قريب الناس هتستفيد منها ان شاء الله. طب انا عندي بقى مفاجأة بقى للسادة المشاهدين، ان النهارده حد كلمني وقال لي انا صحيت الصبح بفتح البنك بتاعي علشان خاطر اعمل اشوف الفلوس للرنت مكفيه ولا لا، ببص لقيت ان انا عندي 600 دولار زياده. حد يعني شاب صغير. فبقول له ايه 600؟ قال لي انا مش عارف، ممكن يكون سكام وهياخدوها مني تاني.
فانا خايفه ادفع الرنت ما الاقيش الفلوس، فقلت له ممكن تقول لي الاسم ايه؟ فالمهم اداني اسم حطيته على على الجوجل على الانترنت، لقيت ان جولدن ستيت عامله $600 للناس اوريدي، في ناس اخذتها الاسبوع اللي فات، في ناس اخذتها النهارده، وفي ناس لسه ما خدتهاش. طلع ان بس مش السينيورز او اللي بياخدوا الاس اس اي هياخدوا $600، المفاجاه ان كل الناس هتاخد ال $600. بس ما حدش كان عارف بقى المعلومه دي، يعني انا يمكن ما كنتش عارفه يعني. والناس برضو اللي كلموني بيقول لك، اتنين قالوا لي احنا خايفين الفلوس دي تتاخد مننا والرنت يبقى شورت، وبعدين قلت لهم لا يا جماعه، انا دخلت على جوجل ولقيت جولدن ستيت بس ولايه كاليفورنيا، صح؟ اوكي. اتفضل، عندك معلومه اتفضل قولها. ايوه، هي كاليفورنيا شافت ان هي السكان بتوعها يعني بيعانوا شويه من نعاني من ارتفاع الاسعار، ارتفاع اسعار السكن والحاجات اللي يعني دلوقتي حصل في نوع من ارتفاع الاسعار ملوش مبرر، ويمكن ده السبب. الجاز غلى جدا، ده عدى $5. الزياده دي ربما جت بسبب ان في الحكومه ادت فلوس كتير للناس. ما هي ادت تاني، ما هي المشكله انها ادت تاني. ما هو بقى الـ 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 الطريقه المتبعه في البيزنس في السوق يعني. أيوه. كل ما الحكومه تدي الفلوس كل ما التاجر بيرفع السعر، ودي حاجه متعارفه عليها ومشهوره في الدنيا كلها. يعني كان في مصر مثلا الحكومه تدي علاوه 20 جنيه تاني يوم الصبح الحاجه تزيد 15 و20 جنيه. فدي حاجه معروفه. فولايه كاليفورنيا ما اعرفش اذا كان في ولايات تانيه عملت زيها ولا لا، شافت ان الناس بتوع كاليفورنيا ظروفهم الماديه اصعب شويه من ظروف الحتت التانيه الولايات التانيه، فقررت انها تمنح لكل واحد $600. ايوه. الفلوس اللي جت عن طريق الاي ار اس كان اسمها ستيمولس، اللي كانت حاجه الفيدرال كانت هي اللي بتعملها، لكن بالنسبه لولايه كاليفورنيا جولدن ستيت كاليفورنيا هي اللي عملت الكلام. اسمها اف بي تي او اف تي بي حاجه كده، هي اسمها جولدن ستيت. جولدن ستيت. هم بيبعتوا شيكات للناس. شيكات للناس، بس الشيكات دي كان فيها ريستريكشن كده صغيره، اللي هي ايه؟ لو حتى عندي رصيد في البنك وعايز اروح اصرف الشيك ما كانوش بيرضوا، يقولوا لي لازم تعملوا ديبوزيت وبعدين تصرفوا. يعني جرت العاده، افرض ان انا يعني افرض ان انا حسابي فيه 2,000-3,000 دولار، اي فعايز تعمل كاش، وعايز انا الشيك اللي جالي عايز اكيشه، عايز اخده كاش من الشباك من البنك. فالبنك ما كانش بيرضى، لان السيتو في كاليفورنيا قالت لازم المبلغ ده يخش في الاكاونت، فالناس اللي راح لهم على الاكاونت مباشره مش محتاج شيك. ايوه، لان هو دخل اوريدي الاكاونت. الناس اللي ما راح لهمش على الاكاونت مباشره راحت لهم شيكات. ايوه. فايه اللي حصل؟ الشيكات دي لما يروح يصرفها البنك قال له بس تعملها ديبوزيت 24 ساعه. يا سلام. وده بس مش كل الناس. كل الناس كل الناس اللي جات لها شيكات كان في ريستريكشن. يعني هم امتى كان كده؟ ايام يعني فات عليه ايام حتى البنوك نفسها الناس فجأة يعني وقالوا حاجة لطيفة جدا، لو انت حطيت $600 في حسابك وده اثر على رصيد حسابك بحيث انك انت لو بتاخد الاس اس اي او حاجة زي كده، خلي الاس اس اي يعرف ان المبلغ ده اللي جاي من جولدن ستيت عشان ما يحسبوش ان داخل لك. فهم بعتين جواب بيشرح كل الحاجات دي، كل واحد راح له الشيك. أيوة. راح الشيك معاه جواب، والجواب بيشرح الحاجات دي كلها. بس فدي كانت حاجه لافته كويسه، واللي لقى جديدة. $600 في حسابه كده. هو بس في حاجه تانية انا عايز الفت نظر الناس لها، يعني دلوقتي في موضه جديده الناس بتنصب. ايوه، دي مش جديده، دي قديمه. بس دلوقتي بقت كتير. يعني بقت اكتر من الاول كتير. وتبص تلاقي الشخص بيتصل بيك وكانه عارف كل حاجه عن الشخص اللي بيكلمه. ايوه، فبياخد منه كل الانفورميشن بتاعته والحاجات دي كلها. والحاجه الغريبه ان بيقدروا بعد كده يقدروا يدخلوا على الحساب بتاعه، على الحساب بتاعه او على السوشيال سيكيورتي بتاعه او الحاجات دي كلها. فانا عايز برضو الناس تنتبه، يعني عمر السوشيال سيكوريتي ما هيتصل بيك ويسالك اسئله ما لهاش لزوم او ما حصلش بينك وبينهم في اي كده. ايوه،
ما اعرفش هما يعني ناس كتير اشتكت لي كده، لدرجة ان في ناس اللي هي $1,400 اللي دخلوا عليهم ما اعرفش ازاي الناس دول شغل شياطين. هو بتحصل كتير جدا. وعايز اقول لك ان من 4 أو 5 سنين كانت ناس بتقول ان انا الاي ار اس، واخدت فعلا فلوس كتير بالالافات من ناس مصريين يعني بيهددوهم، يا اما ما اعرفش هنعمل فيكم ايه، يا اما تدفعوا لنا 3,500 دلوقتي. فكانت الناس فعلا بتدفع، ويعني الافات الناس خسروا فلوس كتير جدا. النهارده والفلوس راحت، خلاص الفلوس راحت بقى، ما دول سكامر اساسا مش موجودين في البلد، بياخدوا الفلوس وخلاص. فجالي مكالمه النهارده الصبح من جهة من الجهات الحكومية يعني، أو يدعون هذا يعني، فعايزين الانفورميشن بقى والديت اوف بيرث والكلام ده. فقلت لها بصي خليكي معايا دقيقة عشان أنا مش عارفة أنت مين، ورقم التليفون موجود عندي على التليفون. دخلت على جوجل وحطيت رقم التليفون، لان دي لو جهه حكوميه حطيت رقم تليفونها المفروض يقولوا لك ده مثلا سوشيال سيكيورتي، ده مثلا ميديكال، يعني اي جهه حكوميه معروفه رقم تليفونها، جوجل عارف الرقم التليفون. فحطيت رقم التليفون، طلع ان ملهاش اي ريكورد نهائي. طلع بعد اذنك ام سوري مش هقدر اكمل المكالمه، وقفلت السكه. فممكن قوي لو انت حاسس انها حاجه مهمه، اي مره حد كلمني قال لي لا دول هيكلموني دول حاجه مهمه، قلت له يا جماعه طب ممكن تهدى تديه رقم التليفون اشوفه، رقم التليفون ملوش وجود اصلا. فقلت له معلش انت اجنور المكالمات دي او ما تردش عليها خالص. فناخد بالنا جوجل يفهم ويعرف كل حاجه، ما بس نحط رقم التليفون على جوجل، وده لو ليه اي وجود في البلد، لو حتى يعني محل بتاع بيتزا لو حطيت رقم تليفونه هيطلع لك هيقول عليه يس. فعلى الاقل ممكن نتاكد. وبعدين قفلت السكه، قلت لها سوري مش قادره اكمل انزات ست. دلوقتي في الابلكيشن من خلال التليفون بالنسبه للسوشيال سيكيورتي، ايوه يعني في ناس كتير جدا دلوقتي بتقدم على الاس اس اي او على السوشيال سيكيورتي ادمنستريشن اللي هو المعاش، اللي هو الناس اللي ريتاير او اللي قدموا على الاس اس اي. كان التقديم في الفتره اللي فاتت كلها بيبقى من خلال التليفون، ففي رقم عام بتاع السوشيال سيكيورتي اللي هو بيغطي الولايات المتحده الامريكيه كلها. فلما بيتصل بيه وتقول له ان انا ساكن في الحته الفلانيه في الزيب كود الفلاني، لو سمحت اديني الرقم بتاع السوشيال سيكيورتي اللي هو جاري اللي انا ممكن اتكلم معاه. لما تيجي تتكلمي اول حاجه بيقول كده وانت بتعملي المكالمه مسجله، اول حاجه بيقولوها يقول لك اذا كنت انت تعرضت لافراد او لما اعرفش مين اتصل بالرقم الفلاني على طول. فبرضه السوشيال سيكيورتي عارفين ان في فراد، وعارفين ان في ناس بتخش تنصب وتعمل الحاجات دي كلها، بس الفلوس ما بترجعش يا استاذ سليم. الفلوس ما بينفعش ترجع خلاص. ما هو احنا مش مساله ان تنفع، هم الحكومه دلوقتي عايزه بتقاوم بكل جهدها انها تمنع ده. ايوه بس يعني ربنا يرتب الامور والناس تخلي بالها يعني تنتبه للحاجات دي كلها. بس مظبوط. طيب استاذ سليم عايزين بقى النهارده نبتدي الحلقه ونتكلم على الكلام اللي الناس كلها مستنية دلوقتي. في حد كلمني وسألني على الـ SSI. قال لي أنا SSI باخد SSI لا أنا disability وعايز أقدم على الـ SSI. فأنا حاولت أفهمه حاجة، قلت له لو أنت كنت شغال في البلد ربما يكون من حقك، لكن لو أنت مش شغال في البلد يبقى مش من حقك. هل الكلام ده حقيقي ولا صح؟ أنت فتحت موضوع في غاية الأهمية، وده هو موضوع النهاردة. اوكي انا هخلي النهارده للموضوع ده مخصوص. اوكي مفيش حاجه اسمها واحد يتصل بيا ويقول لي يا عم سليم انا عايز اقدم على ديسابيلتي. هو يعني ايه اقدم على ديسابيلتي؟ انا عايز ياخد فلوس من الحكومه. انا هو واحد بيقول يا عم سليم انا عايز اقدم على ديسابيلتي. أيوه. ماشي طيب الديسابيلتي ده مش برنامج. ما هوش برنامج، دي حاله. يعني واحد عنده حاله صحيه ان هو ديسيبل. ايوه طب انت بسبب الديسابيلتي بتاعتك دي عايز تقدم تاخد ايه؟ عايز تعمل ايه؟ ممكن تكون انت ديسيبل وعايز تقدم تاخد الجنسيه. فانت محتاج انك انت حد دكتور او حاجه يوصف الحاله بتاعتك ويقول الديسابيلتي بتاعتك تعوقك عن ان انت تستوعب اللغه الانجليزيه والتاريخ الامريكي. فدي ادي حاجه اسمها ديسابيلتي. في حاجه تانية مثلا واحد يكون بيشتغل واخد دلوقتي وهو حصلت له ديسابيلتي. ديسابيلتي ممكن تبقى تيمبوري وممكن تبقى بيرمننت وحاجه زي كده. فايه اللي بيحصل؟ في برنامج بيتغطى بسبب ان الشخص يكون عنده ديسابيلتي.
يعني هي مزايا بيحصل عليها الشخص بسبب ان هو ديسيبل، ان هو مش قادر يشتغل من النوم، لان احنا بنجيب اطفال. بنجيب اطفال. ايوه صح، يبقى عندهم امراض مزمنه. عند اطفال عندهم امراض اعاقه ذهنيه او حاجه، وبسبب ان الطفل ده عنده اعاقه ذهنيه اصبح ديسيبل. طب ديسيبل لايه؟ هو ديسيبل تو ورك، ما هو طفل. ديسيبل ان هو يمارس حياته بشكل طبيعي. بشكل طبيعي. يس. يبقى في الغرض من تقديم لهذا الطفل هو ان اسرته هي اللي بتخلي بالها عليه، اللي بتخلي بالها عليه بسبب ان هو ديسيبل. وبناء عليه البرامج اللي هي بيغطيها الديسابيلتي لا اول لها من اخر. اللي هي ايه بقى؟ يعني الاس اس اي ديسابيلتي، الايرلي ريتايرمنت او معرفش مين ديسابيلتي، الناس اللي هم بيعملوا بيقدم على عشان خاطر ياخد جنسيه. يعني افرضي واحد دلوقتي بيقدم على كابي، هو سنه 40 سنه ولا 45 سنه وبس، المفروض ما ياخدش غير لما يبقى سنه 65 سنه. أيوة. وما عندوش جنسيه، وكابي بيغطي الناس دول. كابي دي عشان خاطر بس الناس تبقى فاهمه يعني ايه، الاس اس اي ده فئتين اتنين من الناس بياخدوه. نعم. الناس اللي هم امريكان سيتيزن، امريكان سيتيزن، والناس اللي جرانت اسايلم اللي هم واخدين الاسايلم. بس جنب الامريكان سيتيزن دي في شرط تاني، وهو ان يكون سنه 65 سنه او اكتر، او اكتر، او انه يكون ديسيبل. ايوه الديسيبيليتي هي اللي بتكسر 65 سنه، بتكسر. فاحنا قلنا ده الاس اس اي، الشخص ده لو عنده جنسيه واوفر 65 مش محتاج لا يعمل فايل فور ديسيبيليتي ولا يثبت انه ديسيبل ولا حاجه، ده يقدم ياخد الاس اس اي. ده لو عنده 65، اللي عنده 65 سنه. واحد تاني عنده 45 سنه وعنده جنسيه امريكيه بس ما عندوش ال 65 سنه، يقدر يقدم للاس اس اي؟ اه يقدر يقدم للاس اس اي اذا حل محل السن ده فكره الديسابيلتي. يبقى ادي الناس اللي هم امريكان سيتيزن. نفس الحكايه بتنطبق على الناس اللي هم الجرانت اسايلم، اللي هو اتوافق عليهم اسايلم. اوكي. يعني يبقى الفئتين دول الوحيدين اللي هم بيتعاملوا مع السوشيال سيكيورتي. طيب في ناس كتير جدا غير الفئتين دول موجودين. في الناس اللي واخدين جرين كارد من اللوتري، واحد واخد الجرين كارد من اللوتري وبقى ديسيبل، مش عنده ديسابيلتي، ولا عنده ضامن، ولا عنده حد هيديله فلوس، ولا هيعرف ياخد مساعده من الحكومه ولا يعرف اي حاجه. فبيعمل ايه؟ بيقدم هنا في كاليفورنيا، بيقدم على برنامج كابي. كابي بيديله نفس المبلغ اللي بيديله السوشيال سيكيورتي الاس اس اي، هو بالظبط، بس بشرط ان هو يكون راح للسوشيال سيكوريتي وقال لهم انا تعبان وصحتي تعبانه، او انا اوفر 65 وعايز اخد الاس اس اي، يقولوا له لا متاسفين مش هنديك الاس اس اي عشان مش متوفر فيك شرط الجنسيه. فبيدوا له حاجه اسمها دينيال، اسمه دينيال ولا دينايل؟ دينايل ليتر. انا عارفه ان انت فرنش سبيكر. ها؟ انا عارفه ان انت فرنش سبيكر. معلش اسمه ايه؟ دينايل. يس. بيقولوا له دينايل ولا ما اعرفش ايه. يس. كويس. يروح يديله، ياخد الدينايل ويروح لل، ويروح يقدم بيه. يبقى الدينايل ده اصبح جزء من الطلب. بقول للناس لما تيجي تعمل الحكايه دي ما تعملهاش من غير ما تكون انت عارف. تعالوا يا جماعه، تعالوا العم سليم وهو يخلص كل حاجه. صدقيني لا بقول تعالوا يا استاذ سليم، ناس كتير جدا قعدت ما تفهمش اي حاجه خالص، لان حضرتك ما كنتش طبعا، يعني انت طول عمرك نجم بس كنت نجم مستخبي برضه. لا يعني هو اللي يعني انا مش هدور على الناس واقول له اللي انت عايزه. عشان كده بنشكر سي سات طبعا وكل القنوات اللي بتجيب حاجات تفيد الناس. فهي الفكرة، يعني بيحصل عندي ناس عندهم متاعب من، يعني خلينا أكمل لك الجزئية دي. أيوة. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم على السوشيال سيكوريتي ادمنستريشن. ايه دور الديسابيلتي في السوشيال سيكوريتي ادمنستريشن؟ ايه دورها؟ احنا قلنا دورها انها بتفتح الباب، السكة للناس اللي هو ما عندوش متوفر عنده شرط السن. تمام. بس فتبقى يبقى اذا في الحاله دي ما فيش حاجه اسمها ان انا بقدم على ديسابيلتي.
طب انا لما اقدم على الاس اس اي وانا سن 45 سنه وعندي الجنسيه ويقولوا لي طب انت بتقدم ليه؟ بسبب ان انا ديسيبل. عليا انا اثبت للاس اس اي ان انا ديسيبل، انا اللي عليا اثبت. فايه اللي بعمله؟ ان انا الدكتور بتاعي او السوشيال سيكوريتي بيقول لي اثبت لنا يا عم، ما احنا شايفينك زي الفل، لو انت سنك راجل سنك 45 سنه وصحتك زي الفل اهو، بس بتقول انت ديسيبل، اثبت لنا ان انت ديسيبل. يبقى احنا على المدعي ايه اللي هو البينه يعني بيقولوا عليها ان يعني هو اللي يثبت الكلام اللي هو بيقوله. فيجي لما انا اقدم على الاس اس اي وانا مش متوفر فيا شرط السن، احنا قلنا شرط الجنسيه جوهري لا يمكن التغاضي عنه، او اللجوء او الاسايلم، لكن يجي عندي سن شرط السن، اذا السن موجود مش محتاج للدربكه دي كلها، السن مش موجود يبقى انا محتاج ان انا اثبت لهم ان انا ديسيبل. يبقى انا لو جيت وانا عندي 45 سنه وما اشتغلتش بما فيه الكفايه وعايز اقدم على الاس اس اي واقدم للسوشيال سيكوريتي، بيقولوا لي طيب احنا شايفينك كويس، اثبت لنا انت ديسيبل. لو ثبت لهم ان هو ديسيبل وده طبعا بتقارير طبيه هيروحوا موافقين صح، بس ساعتها مش هيقدر يشتغل فول تايم بقى خلاص ولا بارت تايم. هو بقى خلاص لا، هو في حاجه ظريفه جدا، الناس اللي بيس اس اس عشان الديسابيلتي اصلها يعني درجات، ايوه في ممكن يعني ناس تشتغل وياخدوا منهم دولار. ما هو واحد بيسال سؤال كده بيقول ايه ام ريسيفنج اس اس اي كان اي ورك يس، يقولوا له ايوه تشتغل، بس هنعمل معاك طريقه لطيفه جدا، كل ما 2 دولار بتكسبهم من شغلك يا عم هنخصم 1 دولار بس من الاس اس اي بتاعك. ايوه يبقى في الحاله دي العمليه ماشيه متوافقه وماشيه كويسه جدا. فلكن ما الناس من بساطتها يتصل يقول عم سليم انا عايز اقدم على الديسابيلتي. طيب استاذ يعني سليم، السؤال اللي عندي دلوقتي سؤال برضو عجيب، بيقول لك انا باخد ديسابيلتي قبل ال 65 سنه، يعني ايه ديسابيلتي اللي هو بيقول عليها؟ اهو قال كاتب كده، وبعدين كملت ال 65 سنه قالوا لي ان انا عندي اس اس اي بس انا عمري ما اشتغلت هنا. اوكي ماشي. طيب هل في حاجه اسمها ديسابيلتي 800 دولار او 790 دولار وفي حاجه اسمها اس اس اي الاثنين مع بعض؟ لا لا، اذا كان عمره ما اشتغل يبقى من البدايه مش هياخد اس اس اي. ايوه لازم هياخد اس اس اي بعد ال 65. نو ما احنا قلنا لو انا جيت وقلت ان انا سن 50 سنه او مكملش ال 40 كورتر، بس عشان حلو قوي اوكي ممكن سنة. يكون اشتغل 3 4 سنين بدا الموضوع شكله ايه يتضح اهو. ايوه واحد ما هوش 65 سنه بس عنده جنسيه امريكيه او جرانت اسايلم او أيوة. مقبول في الاسايلم ده اللي ما عندوش 65 سنه ما يقدرش يقدم على الاس اس اي الا لو كان ديسيبل. فبيجي يقدم لهم ويقول لهم ان انا دلوقتي عندي 50 سنه او 55 سنه وانا عندي جنسيه امريكيه وانا عمري ما اشتغلت. هم بيعملوا ايفالويشن للحاله بتاعته ويشوفوه اذا كان هو ديسيبل ولا لا. اذا وافقوا بيروح مديله الاس اس اي بيكوز هيز ديسيبل مش بسبب السن. طيب هنقول الشخص ده مشى لغايه ما بقى سنه 65 سنه. ايوه الاس اس اي هو نفس المبلغ ولا مش بتغيرش. لازم مش هياخد مثلا 300 400 دولار زياده فيقدم على حاجه ثانيه. الفارق الوحيد ان قبل 65 سنه كل شويه يسالوه ازاي صحتك. ايوه انت عامل ايه؟ لسه ديسيبل ولا لا؟ ايوه لو انا صحيت يقولوا خلاص نشيلك بقى من الاس اس اي. ايوه فهمت حضرتك. لكن لما بيجي بعد 65 سنه ما بيسالوهوش بقى لا ازاي صحتك وما يسالوش فيه. خلاص وصل عند المرحله بس كمبلغ مادي مش هيفرق ولا تفرقش اي حاجه خلاص. فدي دي حاجه. في الناس بقى يعني والميديكير بيتاخد اوتوماتيك فهو مش محتاج برضو يقدم، اول ما بيكمل 65 بيبقى ميديكير على طول لازم يقدم له. لازم يقدمه لازم يكلمهم يقول له انا كملت 65. طيب ما هو انت لو فتحت علينا الفتوحه دي هنقعد نتكلم فيها شهر. طب ماشي احنا عندنا شهور ربنا يخليك لينا. لا لا مش شهور خلي البرنامج والقناه. لا الحكايه مش كده. ايوه قول لي. احنا دلوقتي الميديكير بيقول كل واحد بقى 65 وعنده ريزيدنسي في امريكا لمده 5 سنوات من حقه يقدم على الميديكير كل واحد.
ايوه everyone. طيب الشخص اللي بيقدم على الميديكير ده يبقى طبيعي ما عندوش ميديكير. مين اللي عنده ميديكير وما بيقدمش عليه؟ اللي بيشتغل. اللي بيشتغل بيدفع نصيبه في السوشيال سيكوريتي وبيدفع نصيبه في الميديكير وبيدفع نصيبه في الضرائب ومش عارف ايه، فعلاجه بيجي من خلال الميديكير. الناس بقى اللي هم ما بياخدوش الميديكير بسبب شغلهم بياخدوه بسبب السن. ايوه يعني مثال حد بياخد الاس اس اي وهو سنه 65 سنه وخد الاس اس اي ومن حقه يقدم وعمره ما اشتغل، من حقه يقدم على الميديكير. هيسالوه السؤال اللي بقول لك عليه، طب انت بقالك 5 years residency في امريكا، ما مشيتش فيهم يعني ما عشتش بره امريكا في الفتره دي، لا. طب انت سنك 65 سنه، يو نيفر ورك، بتاخد الايه؟ الميديكير بارت بي. طبعا البي والحاجات دي معقده شويه، معلش خلينا ما نخشش في تفاصيلها بالظبط. فبيدوله الميديكير، بس الشخص ده بقى عنده ميزه كويسه قوي احسن من اللي بيشتغل. ايوه اللي هو بقى عنده ميديكال زائد ميديكير. الشخص اللي بيشتغل ما عندوش ميديكال عشان بيشتغل وبيكسب فلوس، عنده تقولوا له روح دور لك على برنامج خاص خش فيه. والبرامج الخاصه دي بقى حكايه بفلوس طبعا، بتكاليف. يبقى اللي ما حلتوش بياخد زي ما هو عايز، بيدوله بايديهم الاثنين. واللي عنده لكن بس احنا عايزين نشتغل ونتعب برضه، ده كده الكلام لازم. لازم ما نعتمدش، لان المعاناه دي ممكن تقف في اي لحظه، يكون انت بقى لا عندك مهارات ولا عندك تعليم ولا عندك اي سيفنج ولا اي حاجه. هما برضه بيدوك على القد، هو العلاج ما بيبخلوش فيه، لكن كفلوس ال 800 دولار اللي بياخدوهم دول هيكفوا ايه؟ ده يعني يا دوب جزء من الرنت. بصي مش بيجيبش ربع رنت حتى. لا هي الاصل في الامور ان كل انسان اشتغل وبيعمل لنفسه معاش. ده الاصل في الامور. المعاش ده بقى ملوش ليميت صح؟ على حسب شغلك. متسبقيني في كل الحاجات. لا لا انا بس عايزه اتعلم منك. طيب خلينا نتكلم دلوقتي لغايه لما نشوف الراجل اللي خد الميديكير ده. والراجل التاني اللي هو بيشتغل بقاله 25 سنة. أيوه. وما عندوش ميديكال، وده عنده ميديكال من يوم ما اتولد، اللي هو التاني الغلبان الفقير اللي ما حلتوش حاجة. أيوه. الفقير الغلبان ده بقى عنده حاجتين بيسموهم ميدي، عنده ميديكال وعنده ميديكير. ماشي. الراجل الكويس المبسوط الشقيان عنده واحد بس اسمه ميديكير. فالحكومة بتقول الفقير ده، أنا ما يصحش إن أنا أتخلى عنه. أما الغني فهو بيقدر يجيب لنفسه اللي هو عايزه كويس. يقدر يخش في برنامج، يخش في ربنا يغني كل، صدقني بالظبط. فبيجي بالنسبة للناس اللي هم عمرهم ما اشتغلوا، قلت لك أنا الأصل في الأمور إن كل إنسان بيشتغل وبعد سن معينة بيتحول على المعاش. بس إحنا الجالية بتاعتنا عشان جالية حديثة، غالبية الناس اللي موجودين ما عندهمش هيستوري. من ناحية ايه؟ الشغل. الشغل ايوه. يعني اللي جاي بقى له 10 سنين عنده 40 كوارتر. صحيح. 40 كوارتر لما يجي يطلع المعاش يدوله 4 صاغ يعني زي ما بيقول، مش هيدوله أي حاجة. فعلا. 40 كوارتر. طيب لو قلنا 40 كوارتر هيدوله 4 صاغ، أوكي؟ طب في ناس تانية ما كانش عندها حاجة وبتاخد 790. ما هو الدنيا بقى كده. هاخد ال 790 ولا لا؟ اللي هي مش 790، اكتر شويه. معرفش انا اخر حاجه سمعتها 790. يعني احنا دلوقتي هنقول ان ما هو ده قصدي للكابل، يعني بتكلم على الكابل. ما هقول لك بقى، انت جبت دلوقتي الفرق بين الشخص اللي اشتغل والشخص اللي عايز تقول ان ده هياخد 4 صاغ وده هياخد 790 او اكتر؟ يعني اللي اشتغل ال 40 كوارتر مش هيقدر يوصل لل 700؟ مش هيقدر يوصل له. مش معقول. مش معقول. بيجوا يعملوا ازاي؟ ايوه بيقولوا له يعمل ديسابيلتي بقى. لا هنيجي، بس هنيجي. امريكا عامله حد ادنى في كاليفورنيا للشخص. ايوه البوفرتي لاين فور للانديفيديوال 17 954. يعني ايه 954؟ 954 دولار. ايوه للسنجل.
للسنجل. ايوه اوكي. 954 دولار. هنيجي بقى وواحد خد 954 دولار من غير ما يعمل اي حاجه كويس، ولا اشتغلش ولا يوم، او اقل من 40 كورس، او اقل من 40، لا نقول ما اشتغلش ولا يوم، ما اشتغلش خالص، هياخد 954 دولار. ماشي. واحد جه اشتغل 10 سنين اخد ال 40 كوارتر بتوعه، 40 كوارتر هيدوله 20% من مرتبه. لو مرتبه 1000 دولار في الشهر هياخد 200 دولار. يعني انت تيجي على الكوارتر ال 39 وتوقف شغل. نو. هم عاملين بقى حاجه كويسه جدا. قالوا له اتشجع ما تخافش. لما جيت طلعت على المعاش وبقيت سنك 65. نعم. بتاخد كام؟ بتاخد 200 دولار. بس احنا عاملين المينيمم هنا 954. ايوه. قدم طلب تاخد جنب الاس اس اي اللي هو السوشيال سيكيورتي ادمنستريشن اللي هو المعاش. ايوه. قدم خد الاس اس اي 100 100. طيب احنا رجعنا تاني لنفس النقطه، يدوا له ايه؟ هو بياخد 200 دولار، بدل ما يدوا له 954 يروح يدوا له 754. حصل 954. ده لو سنجل يا شباب، لو انت متجوز مراتك بتاخد 750 وانت 750، اصبح صاحبنا ده بياخد 954 بعد انشقه. ايوه. وده خد 954 او انت يعني انت عشان سنجل يا استاذ سليم عملت مصمم على 954. طيب في ناس مرتبطه متجوزه عندها، انا بتكلم على المبدا ان كل شخص بيقول لك انك انت الانديفيديوال بياخد 954. بس اول ما تبقى كابل بتبقى بتقل الفلوس شويه، شيء طبيعي يعني. أيوة. كويس. في ناس بقى بتروح تعمل حركات او انت، لا مالناش دعوه بالناس دول. واخده بالك ازاي؟ فانا بتكلم على 954 بتاعه الانديفيديوال. فانت سالتيني السؤال اهو، اللي بتاخد الاس اس اي، او لو كان الشخص بياخد معاش طلع على المعاش وسنه 65 سنة. أيوة. وطلع له اقل من 954 باي شكل من الاشكال، يكملوه له 954. ممتاز. فالناس يعني بقى بتعمل نشتغل يا جماعة ونتعب مفيش مشكلة. فالناس بقى اللي بتشتغل يقول لك انا هشتغل 10 سنين عشان اخد 200 دولار، عشان اخد دولار والاخر يكملوا لي اللي هو كده. طب ما انا اعمل زي التاني. لا لا، بس ده مش حلو. لا طبعا مش حلو. بس فدي الحاجات اللي زي كده كلها يعني البلد بتعملها من باب الإنسانية يعني. ده حقيقي. مش يعني ما صحش انا كراجل اشتغلت او غني او حاجة ان انا ابص للفقير او الشخص اللي هو خد ميزة نتيجة فقره او نتيجة احتياجه. ده حقيقي. كويس. اذا الديسابيلتي بقى اللي احنا بنقول عليها دلوقتي دي حاجة لها أهمية جبارة بالنسبة للناس، اللي هي ان انت ان الشخص يقول انا ديسيبل. مفيش واحد يروح يصنف نفسه الاول ان هو ديسيبل. نو. هو بيقول انا ديسيبل عشان انا عايز الحاجة الفلانية، ولو حبيت اخدها من غير الديسابيلتي مش عارف اخدها. زي بالظبط ما قلت لك مثلا الجنسيه الامريكيه. نعم. الجنسيه الامريكيه. طب الحكومه سمحت وقالت ان احنا ايه الناس اللي هم عايزين ياخدوا الجنسيه الامريكيه اذا كانوا ما هم عندهمش القدره على ان هم يتعلموا الانجليزي والتاريخ. أيوة. الامريكي ممكن نعفيهم. بس مين اللي يحدد ان الناس دول ما عندهمش القدره؟ المتخصص النورولوجي، متخصصين. يس. ماشي. فبيبقى في اعتبارات بتتحط في الطريق يعني. يعني لما بيكون حد عنده مثلا 77 78 سنة لازم برضو يجيب لازم التقرير والMRI. ويا ما ناس عندها 75 سنة اترفضوا. يس. ليه؟ عشان التوصيف اللي بيتكتب في الشهادة هو بيقول ايه اللي خليك تتعافى، ايه هي الديسابيلتي اللي تخليك تتعافى. هو لها شرح موجود. أيه. بره قبل، مش موجود في الابليكيشن، في شرح بيبقى موجود بيقول انك انت لو اثبت انك انت قدراتك الذهنيه ما تقدرش تستوعب نيو سكيلز، يبقى انت في الحاله دي عندك كايند اوف ديسابيلتي.
ديسيبل للحكايه دي، لكن ديسيبل للحكايه دي مش عارف مش معناه ان ديسيبل في حاجات تانية. يعني انا يعني مثلا هجيب لك مثال بسيط طيب جدا. بس انا جالي مكالمه على الكلمه دي على فكره. انا عايزه اقول لك عليها. أوكي. اوكي هجيب لك مثال بسيط جدا. في نوع من المرض ولا مش عارف ايه ما اعرفش اسمه ديمنشيا ولا حاجه زي كده. ديمنشيا اوكي. وجبنا كوبايه ميه زي كده مليانه. ايوه. مليانه ميه. ومثلنا الكوبايه دي براجل او ست عندهم 80 سنه. 80 سنة مش 40 يا جماعة أو 50 اتفضل. 80 سنة. أيوه. الكوباية دي وهي مليانة مية كده. لو جبت إزازة مية وكبيت فيها تاني. هتكب برا. يبقى إذا السكيلز اللي جوه عند الشخص موجودة عنده. كفاية عنده. كفاية عليه مش قادر يستخدم أكتر. كل ما تحطي له تاني. كلنا كده على فكرة يا جماعة كل ما سننا يكبر ما بنقدرش نتعلم. زي الفل أنت كل يوم بتطلع نجمة قد الدنيا. لا لا. وعماله تجيبي برامج وتجيبي حق كلنا كده خليك لينا انت عماله تجيبي برامج والناس كلها عماله تشهد لك انت المتالق خدت طيب. بالك أيوة كل اللي بيحصل ان ايه الكوبايه دي بقت مليانه الاس اس اي لما اجي اقدم لازم احط في ذهن الراجل الوركر الحكايه دي ان انا خلاص عندي دايمنشيا ومخي خلاص وقف ده مش انا اللي مقدم مش انا اللي بقول الام ار اي يا جماعه هي اللي بتقول فهو دلوقتي ايه يعني الناس بيفكروا ان انا مثلا عشان اخد الجنسيه لازم ابقى مجنون مثلا ولا عندي زهايمر ولا عندي مش عارف ما فيش حاجه اسمها كده هي ان انت ما تقدرش تستوعب نيو سكيلز هم قايلين عليها كده بالجمله فدماغي اصبح مليان تحط تدي امثله مثلا إيه ابويا امي جدي جدتي اقول لامي ايه عد معايا من واحد لغايه 10 1 2 3 4 5 لغايه 10 طب يا ماما كده إيه خلاص 1 2 3 لغايه 10 قولي لي كده من 10 لغايه 9 تقول لك 10 6 خلاص مش عارفه كويس او مثلا اقول لها ايه فلان خد كذا وفلان خد كذا وفلان كذا لا الكلمه اللي هتقولي لها ممكن تعيدها في ساعتها لكن الكلمه الثانيه ما تعرفش تقولها فهي ما عندهاش قدره انها تاخد النيو سكيلز معلش يعني انا عايز حتى اخواتنا الدكاتره يبقوا بيركزوا على دي مش يركزوا على الناحيه دي ان الشخص ده قدراته ما بتخليهوش يستوعب مهارات جديدة طيب في مكالمة جات لي من أستاذ يعني عنده 49 سنة أيوة بيقول لي في حد محامي طلع معاكي وقصد حضرتك طلع معاكي وقال موضوع الكوباية وأنا عندي 49 سنة وخلاص ما بقتش قادر أفهم ولا أتعلم ولا أي حاجة ومش عارف ولا أتكلم ولا كلمة إنجليزي وحاولت وما عرفتش أوكي. فإحنا عايزين بس نفهم الناس إن هو متخيل إنه هيروح للأوفيسر يقول له أنا مخي خلاص واقف كده مفيش الكلام ده يا جماعة إحنا عايزين بس نوضح الحتة دي كويس جدا ببساطة جدا أنا بقى عندي 85 أنا عندي 45 أو ممكن يكون عنده 55 أو 65 أو فعلا أصل الزهايمر ده وراثة الزهايمر غلط الدايمنشيا الزهايمر لو شخص عنده زهايمر يبقى ما عندوش قدرة على استيعاب أي حاجة أيوة ولا مستوعب ولا هيستوعب لأن هو ناسي حاجات كتير الحبل انفرط ساب فنيجي عند واحد عنده 49 سنة حافظ على عقولنا يا رب 49 سنة افرضي واحد جات له صدمة عصبية ترتب على الصدمة العصبية بتاعته ان هو بقى عنده عدم قدرة على التركيز مش شرط يبقى عنده 80 ولا 85 سنة احنا انا اتكلمت المثل ده صحيح. عن ناس العواجيز ايوه ناس فعلا بتبقى تعبانة والام ار اي بيطلع الكلام ده ما هو دلوقتي ما انا اتكلمت المثل ده عن ناس العواجيز ايوه والدتي والدتك كبر في السن وكده والدتي صغيرة عشان ما تزعلناش الله يخليك جدتك ايوه ان شاء الله ما انا مره قلت لك لو والدتي من ايام توت عنخ امون ربنا يديك الصحه يا سيدي والدتي انا من يعني عصرة احمد عرابي يعني والحاجات دي كلها فما اقدرش اقول لما فهي الحكايه هو ان الشخص ده قدراته الذهنيه
بشهادة الدكتور وتبقى مسببة، وكمان الشهادة بس مش مسببة، والدكتور يقول ايه هو العلاج اللي ادهوله والمحاولات عشان خاطر أيوة. ان هو يخليه يبقى في جيمز كده بيعملوها الدكتورز في العيادات، لازم يعمل الجيمز دي ويشوف هو هيحلها ولا لا. واحنا طيب لو انا لو جبت واحد يعني مثلا عنده الحالة بتاعت عدم القدرة على أيوة. الاستيعاب والكلام ده كله، طيب هل اللي خد الاس اس اي بسبب ان هو ديسيبل خدها عشان رجليه بتوجعه؟ لا ما اعرفش، ولا رجله مكسوره ولا ايده مكسوره. ثانيه عايز تقول لي اللي عندهم مشاكل في الظهر كمثال ما ياخدوش الاس اس اي من السوشيال سيكيورتي؟ ما اللي ياخدوها ليه؟ ياخدوا الاس اس اي من السوشيال سيكيورتي؟ يا ياخدوها، ما هو بياخد الاس اس اي من السوشيال سيكيورتي بيكوز هيز نوت ايبل تو ورك. ايوه ايوه صح، مش عشان ظهره، عشان هو مش قادر يقف عشان ظهره وجعه او يشتغل عشان هو ظهره وجعه. يعني ما احنا قلنا المينتال واحده، ايوه الفيزيكال واحده ثانيه. يس ما انا قلت لك الديسابيلتي حاجات اشكال والوان، صحيح، ما هيش حاجه واحده، واخد بالك ازاي؟ يعني انا دلوقتي لو واحد مش شرط انه مخه ده شاب صغير عنده، زي ما بقول لك عيال عندها 13 سنه و14 سنه، انا شخصيا عملت كده. يعني عملت ايه؟ جبت الاولاد سنهم 13 سنه و14 سنه. بس كانوا تعبانين فعلا. مش تعبانين، هم اصلا ما هماش مهيئين ان يبقوا كده. يعني لما يكون عيل عنده أوتيزم أو واحد عنده داون سيندروم، يعني بيسموها هاي داون سيندروم دول اللي هم أيوة. مش عارف إيه، ده مش مريض، دي خلقة كده، يبقى العشم في إنه يتحسن مش موجود، إنما المريض في عشم إنه يتحسن، صحيح. واخد بالك؟ فلما بتتحول الديسابيلتي الى حاجه بيرمننت وبريفنت الشخص من انه هو يقدر يشتغل، هم بيقولوا له خلاص. بس فالديسابيلتي ما حدش يتصل ويقول انا عايز اقدم على الديسابيلتي، اللي عايز يتصل يقول انا عايز اقدم على الحاجه الفلانيه. طيب الناس مثلا اللي هم بيعملوا في ان هوم سبورت سيرفيس، الخدمه بتاعت البيت، ايوه خدمه البيت، الطفل اللي عنده 12 13 14 سنه ده وعنده نفس الداون سيندروم ولا الكلام ده كله، هل من حق الام انها تطالب برعايه الطفل ده؟ يس، وهو عنده 13 14 سنه. يعني أيوه. اذا الطفل اللي عنده 13 سنه تساوى مع الست اللي عندها 75 سنه، ده محتاج خدمه وده محتاج خدمه، والاثنين بسبب ان هما ديسيبل. Yes. الست اللي عندها 75 سنة بسبب سنها، والطفل اللي عنده 13 سنة بسبب الحاجة اللي موجودة عنده منتل. النعمة اللي ربنا ادهاني، يعني أنا عشان خاطر أعمل الشغل اللي بقى بالصدق ومظبوط جدا، وهو إن أنا دائما بشوف السبب. والشخص لما يكلمني وأجد السبب مش منطقي أنصحه أقول له ما تعملش. مظبوط. وبناء عليه زي ما بقول لك، هي انك انت حاجه بتؤدي لحاجه تانية. قلت لك موضه كده، ناس يقولوا لي احنا عم سليم عايزين نقدم النعمه على الديسابيلتي. طب يعني ايه انت بتشتغل وعايز تقدم على الديسابيلتي؟ انت ما بتشتغلش وعايز تقدم على الديسابيلتي؟ وهم بيعملوا كمان انفستيجيشنز كتيره وبيبعتوا للدكتورز تبعهم. ايوه، ما هي المساله مش سايبه يعني. ايوه صحيح. اتفضلي. لا انا بقول لحضرتك يا كلامك مظبوط. طيب حضرتك قلت اتكلمت ان الام ممكن تخلي بالها على ابنها، مظبوط؟ هل ده تبع البرنامج الاتش اس اس ده ولا في برنامج تاني؟ لا، في حاجتين. اوكي، احنا دلوقتي لو فرضنا الولد اللي مولود ده امريكاني، يس، عنده جنسيه امريكيه، مولود في امريكا، ام ولدته هنا، او هو أمه وأبوه عندهم جنسية وهو عنده جنسية، إذن الـ SSSI اشترطنا عليه إن الشخص لازم يكون عنده جنسية أو جرانت أسايلم. بس إحنا عايزين نقول حاجة بس أستاذ سليم لأنها خطرت في بالي، لازم تكون الأسرة دي غير قادرة مادية أو لو إنكم، صح؟ نو. يعني حتى لو الأسرة بتعمل فلوس؟ خلي بالك هي المشكلة إيه؟ أيوة.
الشخص اللي هو بيقدموا له على حاجة زي كده ال 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 النتيجة اللي حصلت لظروفه عطل واحد تاني عن الشغل مهما كان غني بقى. فهمت حضرتك، كلام منطقي جدا. يعني انا مثلا طفل صغير وامي قعدت بي، ايوه، عشان خاطر حاجه مرضيه مش عشان خاطر تراعي، بدل امي ما تروح تشتغل قعدت بي، ايوه قعدت بي، يبقى في الحاله دي هم بيدوا للام مرتب لو الابن مريض. يا جماعه خلي بالك ما اسمهاش مساعده، ايوه مرتب، اسمه مرتب. طيب اشترطوا بالنسبة للولاد اللي هم سنهم 13 سنة و 14 سنة شرطين، ان هو يكون عنده المركز انا بتكلم على السوشيال سيكوريتي حاجة وان هم سبورت سيرفيس حاجة تانية. ايوة السوشيال سيكوريتي قلنا يشترط عليه انه يكون عنده جنسية عشان ياخد الاس اس اي، فالاس اس اي بيروح لمين؟ للعيل، للطفل. انما ان هم سبورت سيرفيس بيروح لمين؟ للبروفايدر، مش للطفل، للي بيخدم الطفل، لانهم بيعتبروه مرتب. كل اللي بيحصل ان البروفايدر ده بيشتغل عند الست الكبيره او الطفل ده، ومين اللي بيدفع المرتب؟ الميديكال. يبقى بس قلنا بقى الطفل، الاسره. هنا في نقطه بقى مهمه جدا جدا، لو الاسره حالتها الماديه كويسه جدا الطفل ما ياخدش اس اس اي. بس برضو ياخد هو مش بياخد اللي بيتابعه اللي بيتابعه. اوكي فهمت حضرتك. يبقى اذا الاس اس اي اللي هيدوه للطفل مرتبط بالحاله الماديه بتاعه الاسره. ايوه يبقى في الحاله دي مش هيدوا له فلوس، بس الام هتقدر تراعي بمرتب من حاجه تانية. حاجه تانية، فهمت حضرتك. ده لو كان يعني معاق تقريبا كليا او ما هو الاعاقه بيعتبر الاعاقه الذهنيه هي اعاقه يعني دائمه او محتاجه للكلام ده كله يعني. فهمت حضرتك. أوكي. وده لازم يكون الام عندها على الاقل جرين كارد علشان تقدر تاخد حاجه زي كده عشان تشتغل. ما هي ايوه عشان تشتغل، شروط الشغل. شروط الشغل حتى لو ورك بيرميت. فهمت حضرتك. شروط الشغل ان هي بتقدر تشتغل بالورك بيرميت بتاعها او حاجه زي كده. مزبوط. عندك حاجه ولا اكمل في لا اتفضل حضرتك كمل. اوكي، فهنيجي نقول بقى الحاجات اللي احنا بنعملها دلوقتي مثلا وفيها اخطاء كبيره جدا. ايوه، واحده ست هي وبنتها عايشين الاثنين سوا في بيت واحد. ايوه، البنت بتشتغل وبتاخد فلوس والام ما بتشتغلش. ماشي، الأم عندها كم سنة؟ حاجة و60. تمام، البنت بتشتغل وبتاخد فلوس والأم ما قلنا البنت والأم، يعني معنى كده ما فيش أب لسبب ما. أيوة. متوفي، مش موجود، ما عرفش مين، الكلام ده كله. العيب إن إحنا بنقدم الحاجة على إن إحنا أسرة. لا، هي فوق 21 سنة. ان احنا اسرة. ايوه، فيجي الناس دلوقتي لما تيجي مثلا الست التعبانة الغلبانة دي هي ممكن تاخد سوشيال سيكوريتي اس اس اي، وممكن تاخد فود سامس، وممكن تاخد كل حاجة. بس لما تيجي وتحط بنتها معاها وتقول ان احنا وان هاوس هولد، يعني معناها خلت ظلمت بنتها بينما هم الاثنين مستقلين عن بعض. ايوه، بس كل اللي حاصل ان هم عايشين سوا في البيت، لما البنت بتشتغل وبتجيب اكلها والام المفروض انها بتشتغل وبتجيب اكلها او بتاخد سوشيال سيكوريتي او بتاخد فود سامس. فلما بيجوا يتصلوا عشان يعملوا ايه ايفالويشن للاسره، يعني دي كان يعني ده الحكايه اللي اتعرضت عليا من يومين ثلاثه، يعني الناس قلت لي كان اللي حاصل ان الام ايه الوركر اتصلت بيها قالت لها انت بتاكل انت وبنتك سوا؟ قالت لها ايوه. طب تاخدي فود سامس ازاي؟ بتاخدي الفود سامس توكلي بيه بنتك. هي ما فهمتش بتاكلوا سوا يعني معناه انه بتاكلوا ايه من مصدر واحد بالفلوس. ايوه، فهي
كانت الأم لازم تقول إن أنا لي حياتي وهي لها حياتها. أنا باخد الاسعي بتاعي وده داخلي، وأنا وهي مشتركين زي روميت، زي روم. يبقى في الحالة دي قولت إنها بنتها أو مش بنتها ما تفرقش حاجة، زيها زي واحدة صاحبتها. الطلب بتاع الابليكيشن بتاع الفود سامس، في الطلب اللي هو بيتبعت بالبوستة، بيبقى فيه مكتوب فيه معلومات، انت عايش مع مين؟ بيقول انا عايش مع فلان الفلاني، فلان الفلاني ده ابني بنتي، الحاجة الوحيدة اللي يعتد بيها الزوج، لو هي عايشة مع زوجها ما يعتبروش ان هم ايه اتنين منفصلين، ده ما ينفع. فهي لما تقول عايشة مع بنتي، عايشة مع ابني، او عايشة مع اختي او مع جارتي او اي حاجة، ما بتفرقش حاجة. فبيسألوا كده، بيقول لها الشخص اللي عايش معاك ده هل بيشارك معاك في الاكل؟ لو قالت ايوه، يبقى في الحالة دي في خطر بقى، حيدوها فول سامس ليما، الشخص ده هياخد منه. فهي المفروض انها بتفصل نفسها تماما عن بنتها. الوركر لما بيتصل بيسأل الأسئلة دي، والناس بتجاوب عن يعني نوع من الرضا، يعني من هي بتقول لها انت وبنتك عايشين سوا؟ اه عايشين سوا. بتاكلوا وتشربوا سوا مع بعض؟ ايوه بناكل ونشرب سوا مع بعض. طب انت ازاي بتاخدي فود سامس وبنتك بتاكل وتشرب من الفود سامس؟ المفروض تبقى لوحدك. هي كانت المفروض تقول ايوه احنا بس احنا روم، احنا عايشين سوا مع بعض، اه بنشترك في الإيجار، بنشترك في المصاريف، بنشترك كل، إنما الأكل بتاعي بيجي لي عن طريق الفول سامس، وهي أكلها هي بتشتري لنفسها. فحاجة زي كده بتبوظ الإيفالويشن بتاع اللي بيكتب الورق، اللي بيكتب الورق. فأنا بنبه الناس إن هم يعني إيه يتنبهوا للحاجات اللي زي كده. الإجابة ما بتبقاش إجابة عاطفية على قد ما هي إجابة قانونية. واخد بالك؟ أيوة. انا عايز الناس يبقوا واخدين بالهم من الحاجات اللي زي كده. يعني مثلا في من فتره صغيره سانتا انا كانت فتحت باب اللي هو الناس اللي هم ابلاي للافوردابل رنت. ايوه فتحوا الباب اللي الناس اللي اوريدي ابلاي. ماشي. الناس اللي سانتا انا فتحت لهم في حته اسمها سيفيك سنتر في سانتا انا، في البلازا الكبيره اللي فيها المحاكم والحاجات دي كلها. فقالوا ايه؟ الناس اللي قدمت في 2016 ولا مش عارفه 2000 وزي كده، هم دلوقتي كواليفايد ان يجوا يعملوا عشان ياخدوا سكن. يس. اللي هم برضه بيدفعوا 30% زي سكشن 8 بالظبط. ده ممتاز قوي. اه. واحدة كانت مقدمة طلب هي وبنتها، الطلب مكتوب فيه هي وبنتها. ماشي. 2015. دلوقتي بقت هي ومين؟ بقى دلوقتي بتقول أنا وبنتي وأخويا، بقينا إحنا التلاتة. ماشي. الطلب ضاع. ضاع. ليه بقى؟ عشان خاطر الكاتيجوريز بتاع ده غير الكاتيجوريز بتاع ده. آه بس في السكشن 8 حاجة تانية. لا ما هو السكشن 8 بقى ما انت ما بتقدميش تقولي وان بيرسون. في السكشن 8 انت عندك هيد هاوس هولد. هيد هاوس هولد. لكن لما بتيجي تقدمي على الافوردبل بتحددي. يعني خلاص ما ينفعش اخوها يروح يسكن حته تانية؟ لا. تو ليت؟ نو نو نو. هي اللي حصل ان هي قدمت على الافوردبل رينت وقالت احنا اتنين. دلوقتي بقوا ثلاثة. سيبينا بقى. لما قالوا احنا اتنين، القانون بيقول ان لو في اتنين ستات قاعدين مع بعض يديهم وان بيدروم. لما يكونوا اتنين اخ واخته وهم اتنين بقى يديهم تو بيدروم. صحيح. فهي لما قدمت هنا على ان هم اتنين قالت هي وبنتها. لما قدمت الطلب كده يبقى وان بيدروم. فقالوا لها ايه وان بيدروم. جاء بعد لما جاء عليهم في الموضوع. لما اخوها جاء في الموضوع، لما جاء في اخوها الموضوع لازم يتغير، يبقى ايه تو بيدروم. فتو بيدروم هي ما هياش على الكشف بتاع التو بيدروم، هيحطوها تاني بقى وتستنى تاني وتستنى من اول وجديد. طب انت عملت كده ليه؟ عملت كده ليه؟ حطيت اخوك ليه في وسط الموضوع وانت كده؟
تقول عشان هم كان عندهم تو بيدروم افيلابل. ما ينفعش. بس فهي كل اللي حصل ان البنت الوركر قالت لها هشيلك من الليستة بتاعت اللي هي وان بيدروم احطك في الليستة بتاعت وحليني على ما تيجي. بس فانا يعني نفسي يا ميرا ان الناس تبقى مش هيحصل حاجة متأنية وتسأل يا جماعة. عندنا أستاذ سليم هنا يا جماعة نسأل. لا وكمان أنا يعني أنا أو نتفرج على الحلقات. يعني أنت دلوقتي ربنا يديك البركة يعني أنت شاطرة جدا في مسائل الهجرة. شكرا. مفيش ولا واحد بيتصل يسألك على حاجة في الهجرة في البرنامج. لا لا ما هو برضو المحامين كتر خيرهم بس انا بساعد طبعا الناس يعني نو يعني انت ما بتدعيش ان انت محاميه. ايوه ما بتقوليش ان انت محاميه ولا اي حاجه بس بتساعدي زي ناس تانيين فاتحين مكاتب. يا انا باراليجل عندي شهاده يعني. وعندك شهاده والحاجات دي كلها. فيعني احنا عايزين يبقى في نوع من التعاطف من الناس اللي هم احنا بنساعدهم ان هم كمان يعني يبقى في ترابط بيننا وبينهم ويلجأوا ليكي في مسائل الهجرة. اي حد بيحتاج حاجة صدقني بسأله وبقول له كمان اعملها ازاي يعني مش مسألة ان اجيبهم في المكتب ولا اي حاجة او بوديهم لمحامي متخصص لو الموضوع كبير او بساعدهم لو اقدر اساعدهم. ما هو الحاجة اللي بتزعل ان هم ايه يعني انت كتر خيرك انت بتاخديهم وترشديهم وتبعتيهم لكده لكن في ناس وفاجأ ان هو يسأل لما يشبع في الاسئلة هو بعدين يروح مكان تاني يروح مكان تاني. طيب ما يعني اصل الناس اصلا كلها في الاخر راحة نفسية انت عارفني فهمني قصدي فهي راحة نفسية وطبعا يعني انت ادي المعلومة من قلبك زي ما بتعمل يا استاذ سليم انت بتدي كل المعلومات من قلبك وانا بعمل نفس الموضوع. ما هو انا يعني بعمل كده نوع من انا يعني واجب ان انا اعمل أيوة كده. طبعا طبعا يعني انا هي خدمة اولا واخيرا. لا خدت وقتي وسني ويعني الله يخليك يعني المعلومات اللي عندك مش عند اي حد يا استاذ سليم. معلش معلش ما هي بقى اصبحت معلومات لكن انت واحده عايزه تشتغلي وعايزه تبقي يعني بشكر ربنا كل حاجه جميله يعني كل حاجه ترتيب ربنا يعملها. طبعا طبعا شكرا جدا يا استاذ سليم. استاذ سليم بس جالي سؤال قبل في الحلقه الناس اللي بيجي لها السكشن 8 دلوقتي بتقولك انا عايزه اعرف احنا اتكلمنا كتير قوي على سكشن 8 بس ما اتكلمناش عن اللي هم بيدخلوا البيت بقى بيبصوا على ايه جوه البيت وعايزين نعرف كويس كويس دي. انك انت قلت جبت سيره سكشن 8 عشان سكشن 8 دلوقتي بيشتغل هنا في اورنج كاونتي. اورنج كاونتي شغال. اوكي شغال. الناس اللي قدموا في 29 فبراير 2012 بيشتغلوا فيهم. ده احنا بقالنا سنه بنتكلم عن الناس اللي هم في 29 فبراير. هي ايه اللي بيحصل؟ يوم 29 فبراير ده اتقدم فيها حوالي 30,000 طلب 50 يمكن او 50,000 طلب. ايوه هو كان يوم واحد بس يوم واحد فقط لا وقفلوه لا او كان يعني مش اكيد اخر يوم اخر يوم او حاجه هو سموه هم سموه 29 فبراير 2012 عدد الناس اللي دخلوا فيه 50,000 واحد. ده حقيقي. طيب هنعتبر دول كل الناس دول كان افرض ان هم كلهم جم في يوم واحد يعني جم في يوم واحد جم في 10 ايام ولكن المهم ان هو عملوا الراندوم اللي هو القرعه يوم 29/12. هل في ناس قدمت وما جاش اسمها؟ في الكشف؟ لا يمكن. لازم كل اللي قدم يجي اسمه. هو كل اللي عمله ازاي؟ خدوا الناس اللي قدموا كلهم في خلال هي كانت اسبوعين. ايوه وجم في 29/12 وراحوا عاملين قرعه. ايوه من ال 50,000 اللي قدموا. ماشي. القرعه طلع منها مين نمره واحد مين نمره اثنين مين نمره ثلاثه مين كذا بس كل اللي قدم فعليا اخذ رقم. اخذ رقم واخد بالك ازاي؟ فهم دلوقتي بيبتدوا بايه؟ بالارقام بتاع الناس اللي هو الاولانيين واحد واثنين وثلاثه واربعه. يعني ممكن جدا يكونوا مثلا قعدوا سنه يشتغلوا من رقم واحد لرقم 15,000 سنه بحالها او اكتر. يا فندم ده 50,000 اخدوهم في كام سنه دلوقتي؟ تسع سنين. كتير. فهي الفكره ماشيين اقل من 8,000 او 7,000 في السنه. الفكره في عندنا عقبتين موجودين في الموضوع. في السكشن طبعا خلينا بس نرجع شويه ايه عشان السكشن 8 ده. السكشن 8 الكواليفيكيشن بتاعته معروفه في
قبل ما تقدمي الطلب. انا روحت قدمت طلب في سيكشن 8 على ان انا ساكن في اورانج كاونتي في هذه المنطقه وجيت في خلال الفتره دي نقلت من اورانج كاونتي رحت حته تانية كده وقعت خلاص. بيعملوا استثناء اوكي. اذا سبت يوم ما سكنت يوم ما قدمت الطلب ان كنت ساكن في اورانج كاونتي ومعاك ما يثبت هذا عايزين دوكيمنت عقد الايجار اللي ساكن فيه وفواتير بتاعه القديم. هيجي واحد يقول لك وانا هحتفظ بالفواتير بتاع ال 10 سنين ما انت مقدم على سيكشن 8 لازم تحتفظ بيه. وهيجي هم هيجي في اثناء الشرح او يعني اثناء المقابله هيقولوا له واحد لو قال بقى انا كنت ساكن في اورانج كاونتي وما زلت ساكن في اورانج كاونتي ما عندوش مشكله ده حلو قوي ما عندوش اي حاجه. انما الغالبيه بيبقى ساكن في الحته اللي قدم فيها بس عزل بعد يزبل بس ويرجع تاني مفيش مشكله. فيجي بقى ايه هو يكون هو في البدايه لما قدم اونطه يعني فعلا. طيب نكمل سيكشن 8 لانها مهمه بس ناخد دميانه الاول. طيب اوكي اتفضلي يا دميانه. اقول لحضرتك يعني استاذ سليم معاك يا حبيبتي هو سامعك. طيب حاضر اصلا شايفه على الهوا بيتكلم. ايوه معاك. لو سمحتي بصي حبيبتي انا جوزي زي ما تقولي جات له جلطه بعد الشر عليه الف سلامه. الشر عنك يا حبيبتي. المهم يعني عنده مشاكل جامده وخدوه دار المسنين. فهل هما من حقهم ياخدوا المعاش بتاعه دار المسنين؟ ده سؤال جميل جدا. طيب هما بصي لو سمحت انا عايزه افهم بس. طيب هو هما هياخدوا المعاش بتاعه ولا هيستمر المعاش بتاعي؟ لان انا ساكنه هنا اهوت. فانا لما جيت اجدد العقد جددت العقد واخده بالك على اساس لوحدي لان هو في دار المسنين. فقالت لي هاتي الورقه بتاعت معاشك فاعطيتها الورقه بتاعت معاشي. فهو بقى لنا شهرين دلوقتي مستمر المعاش بتاعه. فأنا معرفش هل هو صح ولا غلط ولا أعمل إيه؟ الشخص اللي هو حصل كده هو كان بياخد حاجة الـ SSI مش كده؟ وطي التلفزيون يا ماما. نعم يا ماما؟ كان بياخد حاجة اسمها SSI. هو بياخد معاش عادي زي المعاشات اللي هي بتاعت الناس الكبيرة دي. أيوة اللي هو حوالي 900 دولار إذا كنت في كاليفورنيا. لا 600 كده. أنت وأنت موجودة. انت موجوده انت موجوده في انهي ولايه؟ في نيجيرسي. اوكي اللي بيحصل الشخص لما بيخش النيرسينج هوم المعاش ده بيتقطع. ايوه بس ما اتقطعش. لا هو انا عشان يعني ما اتقطعش. ما انا هقول لك ما اتقطعش ليه؟ لان لازم يتبلغ. هي كلمتنا الست الاخصائيه. ايوه قالت ادونا السوشيال بتاعه صورناه له وعطيناه له. ايوه قالت ادونا بتاع دايت الورقه بتاعت المعاش. ايوه صورناها له برضه بالتليفون لان انت عارف عشان كورونا كان وما فيش زيارات ولا حاجه ولا اي حاجه فعطيناها له. مستمر دلوقتي. هو المفروض كان قطع من شهر 6 هما بعتوا لنا 6 و7. بصي الناس اللي موجودين في النيرسينج هوم بيسالوا الشخص انت هتدفع منين؟ فالشخص بيقول ان انا عندي ميديكيد زي عندكم. بيقول عندي ميديكيد. الميديكيد بيقول الشخص ده لو عنده سوشيال سيكيورتي السوشيال سيكيورتي يساهم في علاجه. النيرسينج هوم. يبقى المصاريف بتاعته بتروح للنيرسينج هوم من سكتين. جزء من السوشيال سيكيورتي والجزء الثاني من الميديكيد او البرنامج العلاجي بتاعه. فالنيرسينج هوم هو المفروض عليه مجرد ما هو قاعد اظن بعد 30 يوم او حاجه زي كده. هو بقاله شهرين حضرتك. بيروحوا مبلغين السوشيال سيكيورتي ويقولوا لهم ان فلان الفلاني بقى موجود في الحته الفلانيه. السوشيال سيكيورتي بتقطع معاشه وتدي له كل شهر 50 دولار. يدوا له 50 دولار بيديله هو. لو سمحت يعني اقول لحضرتك هو ما بيتكلمش. اي هما الذاكره. اي ما حضرتك انت وعنده شلل. اي ما ال 50 دولار انت بتاخديهم يعني هما هيحطها لي على المعاش. هينزلوا له ال 50 دولار كل شهر بيعتبروها انها مصاريف جيب
يعني بيشرب بيها قهوه، بيجيب حاجه اللي حاجه اللي هي اكسترا يعني. انما بقيت معاشه بقيت معيشته بتروح للنيرسينج هوم، بتروح يعني لنا. احنا نبلغ ولا هم بنفسهم هيدعوا؟ لا لازم يبلغوا، يعني احنا بنبلغ مش كده؟ لا يعني تقول للنيرسينج هوم ان هم دلوقتي الحكومه ما عندهاش فكره لسه وبيحولوا المعاش لغايه دلوقتي، يعني هم ممكن جدا بعد كده يطلبوك يرجعوه. يرجعوهم لي انا يعني؟ لا ياخدوه منكم. انا كله كمان علشان خاطر، بس انا حسن مش انا بلغت بتوع الكارته بتاعت الاكل دي. ايوه اوكي، ما انت عملت شويه وبعدين عملوه باسمي انا. ما انت عملت الصح، هي دلوقتي الفكره وما فيها ان الشخص اللي بيخش النيرسينج هوم ما عادش بيصرف على نفسه. لا اصبح النيرسينج هوم هو اللي بيصرف عليه. فاللي بيحصل بقى ان النيرسينج هوم بيبلغ السوشيال سيكيورتي ويقول لهم حولوا الفلوس بتاعت الشخص ده ليا، لان انا النيرسينج هوم. يعني بس. انا دلوقتي ابلغ الدار المسنين اللي هو فيه. هم بيبلغوا، بس السوشيال سيكيورتي لما بتعمل كده بيروحوا يقطعوا السوشيال سيكيورتي بتاعه ويديله كل شهر 50 دولار بيروحوا في حسابه زي المعتاد يعني. شكرا. طب كويس، نشكر حضرتك اللي انت قلت لي، لان انا النهارده بنتي شافت المعاش قالت ورجع تاني، قلت لها بنتي اللي هيكون مسؤوليه كده وانا هنعوض، عملت شقه باسمي. وبعدين هو بياخدوا مني مبلغ بسيط، فبعد كده يقولوا هي غشتنا ولا بتاع وكذا، هو مش عايزه يبقى منظري واحد كمان، ومش عايزه حاجه مش من حقي. ليه سؤال عندك يعني، هو انت عندكم ما ماشي بابا كتر خيرك اسال، عندكم سيكشن 8 ولا ما عندكمش؟ معرفش ايه السكن بتاعك مدعم ولا مش مدعم؟ لا مدعم. طيب يعني هو ان هم قلت ان يقطعوا المعاش بتاعه هيراعوا ده في السكن بتاعك. ايوه يا بصراحه الاداره تحت بصراحه يعني من نفسها. انا كانت الشقه بتاعتي ب 280 بس بدفع ميه، بدفع نور وبدفع هيت، هي حته منطقه جميله. بس فجم اول ما انا عطيتها انا معاشي 608، راح جت خليتها لي بصراحه 101. اوكي معلش، ربنا معاك يا دميان. ربنا معاك، ربنا معاك. ماشي حبيبتي، شكرا دميان. متشكره حبيبتي، انا تعبتكم حبيبتي. اهلا بيكي شكرا. تعيشي حبيبي، مع السلامه. شكرا. سؤال جديد اول مره نتكلم عليه. هو أول مرة بس يعني سؤال معتاد يعني معروف يعني. بل البرنامج سؤال هو كيفية. هو إحنا بنقول الـ SSI ده عبارة عن نفقات الشخص خلال الشهر. أيوة، بس هو دلوقتي موجود في مكان تاني. هو موجود في حتة تانية، أصبحت مين أولى أن ياخد النفقات دي؟ الحتة اللي عايش فيها. مظبوط، صحيح. فهم بيروحوا يبعتوه، بس من اللفتات الظريفة بيقولوا له طب إحنا هنخلي لك أنت 50 دولار كل شهر مصروف جيبك تشتري بيهم اللي أنت عايز تشتريه. حلو أوي، شكرا جدا، اتكلمنا في حاجة جديدة كويس. كل حلقة بيبقى في حاجات جديدة يا أستاذ سليم؟ يعني كلها بتجد الأمور، وعشان كده يعني بتبقى فيها يعني كده. ده حقيقي. طب ناخد معانا مكالمه. استاذ نادر اتفضل يا فندم. مساء الخير مدام ميرا. اتفضل يا فندم. انسه ميرا اتفضل. انسه سوري، اهم سوري. اتفضل. كنت عايز اسال الاستاذ سليم، انا عايش في فلوريدا وعايز انقل اجي كاليفورنيا، انا اوفر 70 ومحتاج ان حد يساعدني، لان انا لسه يعني او لسه واخد جنسيه قريب، فمحتاج حد يساعدني مثلا في مكان يكون ايجار بسيط واقدر اتحصل على البينيفيتس بتاعتي. انا باخد اوريدي من في فلوريدا باخد الاي بي تي جاست اونلي، بس الفود ستامب، اما بقيه البينيفيتس ما باخدش. حضرتك عندك كام سنه يا فندم؟ انا 71 سنه. 71 واخدت الجنسيه؟ لسه ما فيش اسبوع. ما فيش اسبوع، الف مبروك. الله يخليك، ثانك يو سو ماتش. طيب اوكي، هو في سؤال تاني، هل انت معاك حد تاني في البيت ولا انت لوحدك؟ انا معايا المدام بتاعتي، بس تقريبا هي هتقعد هنا لان بنتي محتاجاها، لانها عندها بنت صغيره فهي اللي بتراعيها. انا بتكلم مع حضرتك بمنتهى الامانه، انا طبعا يعني قاعد مش مرتاح، فبالتالي وكنت عايش طول عمري في كاليفورنيا ايام الشباب يعني، واضطريت ان انا اجي فلوريدا، بس عايز ارجع تاني كاليفورنيا.
فلو حضرتك هتقدر تساعدني بحيث ان انا هو هي الوسيله عشان خاطر الوسيله اللي هتبقى صعبه. انت دلوقتي انت بتاخد معاش اس اس اي ولا بتاخد ايه؟ لا لسه انا بقول لك انت هتاخد الاس اس اي اللي هو حوالي في كاليفورنيا $954. اوكي بتاخد 900 نعم ده للشخص الواحد وما انت هتبقى شخص واحد ما انت مش اتنين لان مراتك في مدينه وانت في مدينه. ده كلام سليم. في الحاله دي هم مش هيعتبروكوا شخصين، هيعتبروا ان في انفصال جغرافي موجود بحيث ان كل واحد عايش في 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 ولايه غير الولايه الثانيه. يبقى انت في الحاله دي لما تيجي كاليفورنيا هتاخد $954. هيسالوك بالنسبه لزوجتك والكلام ده كله، انت في ولايه وهي في ولايه، فده بيسموه انفصال جغرافي يعني يبرر انك انت تقدر تاخد $954. الحاجه بقى اللي ممكن تعملها هنا انك انت تيجي هنا وتقول ان انا مانيش لاقي حته اقعد فيها. يقول لي مين؟ من فلوريدا. يقول لي مين؟ هقول له انا. ماشي. في هنا في حاجه حاجتين موجودين، في حاجه اسمها 2111 زي بدل من 911. 211 في 211 يا بتقول لهم ان انا موجود في كاليفورنيا وانا هومليس. هومليس يعني ايه؟ هو يمكن مش هومليس، من غير مأوى او من غير بيت. ايوه لكن ما انتش في الشارع. يس يعني ما انتش واحد بتشحت او بتعمل او بتاعنا. هومليس يعني ما عنديش بيت مكان. يا اوكي. او بمعنى اصح ما عنديش عنوان ثابت. يب. في الحالة دي بتديهم حاجة اسمها your mailing address. تمام. الميلينج ادرس بتاعك، يقول لك عنوانك ايه؟ ما عنديش عنوان. طب نتصل بيك ازاي؟ تديهم ميلينج ادرس. الميلينج ادرس ده ممكن يكون واحد صاحبك، ممكن تكون مؤسسة، ممكن تكون منظمة، ممكن يكون هم. بدون قطع كلام حضرتك، معلش بدون قطع كلام حضرتك، انا اوريدي انا معايا اي دي كاليفورنيا دي نمره واحد، ومعايا يعني على اساس ان كنت عايش في كاليفورنيا قبل كده. هو بس يلاقي روم ميت، يلاقي اوضه روم ميت يعني. مش لازم يروح ال ما انت دلوقتي هو المشكله ما فيش يعني. فانت لو لقيت روم ميت حد تسكن معاه يبقى بس الاوضه في كاليفورنيا في حدود ال $800-900 لو في مكان يعني مش قد كده يا فندم. عارف انا عارف يعني هي غاليه قوي شويه. يس اي نو فلوريدا بقت ذا سيم يعني. الناس اللي بتحب تستفيد من ان هو عنده يعني امتى امتى الهوملس دول بيبقى له الاولويه؟ يا بس فين هيقعد فين؟ ما في بيوت عادي، في السكن عادي بتاع الحكومه. سكن الحكومه بيبقى قاعد مع ناس. نو هيسكن هو ايه؟ الحكومه بتقول افرض ان انا دلوقتي ساكن في شقه وجا صاحب البيت عجزت عن دفع الايجار وكرشني في الشارع. ماشي. قال لي يلا خلاص انت كده اصبحت هومليس. وجودي في الشارع الحكومه ما بتحبهوش. الحكومه بتعارضه. فبقول لهم ان انا دلوقتي ده ظرف طارئ حصل عندي، وهو ان انا عجزت عن ان ادفع الايجار لاسباب خارجه عن ارادتي، وبناء عليه طلعني عمل لي ايفاكويشن، طلعني بره البيت. فبيسموها في الحاله دي اسمها ايمرجنسي. ماشي. بعدين بيحصل ايه؟ يدوله شقه ب 30%. عشان كده يس معلومه ثالثه دي عشان يعني. كده حد سال مره قال لي ان هو سال وسالوه هو انت هوملس ولا لا، فقال لهم لا. يعني هو بس كلمة المفتاح الهومليس. ايوه. علشان ما تبقاش في الويتنج ليست 4-5 سنين. بالظبط كده. اوكي. طب هو يجرب هو في فلوريدا؟ الاسئله بتجيب بعضها. بتجيب بعضها. يعني هو لما راح يسال وقالوا له انت هومليس، قال لهم نو انا مش هومليس. مش هومليس. قالوا له استنى. اقعد بقى استنى 4 سنين لغايه لما يجي لك. يعني طب انت لو انت قلت دلوقتي ان انت هومليس، الله امال قاعد فين؟ انا قاعد مع واحد صاحبي كل يوم ببات عند واحد من اصدقائي. طب احنا عايزين عنوان نبعت لك عليه، تحب تدينا عنوان انت ولا احنا ندي لك عنوان؟ هم يدوا له عنوان. يدوا له عنوان ويقول لك احنا هنبقى المراسلات بتاعتك هتيجي على العنوان ده، وانت كل يوم خميس او كل يوم جمعه تعالى شوف المراسلات اللي جايه لك. يا سلام. يا جماعه يعني احنا عايزين عارفين فن الحاجه تمشي ازاي.
وكلها حاجات قانونيه فاذا هو مش بيكذب anyway. هو لا ما بيكذبش. هو دلوقتي زي ما انا قلت لك يعني هي الفكره واحد هو ومراته هما الاثنين ومعاهم عيلين. انا شفت حاجات زي كده. ايوه في البحر 3 أسابيع قعدوهم في اوتيل الحكومه 3 أسابيع وبعد 3 أسابيع جابوا لهم شقه. سبحان الله. بس قعدوهم في اوتيل ال3 أسابيع عشان هم مش عايزين يزودوا الناس اللي في الشارع كمان وكمان. فهي الفكره انك انت بتعمل الحاجه وانت بتتكلم صح وبتعرضها بعرض صحيح، عرض قانوني صحيح. بس لازم طبعا اكون طبعا متواجد في كاليفورنيا في الفتره دي. طبعا. امال ايه؟ طيب حضرتك لو معلش مع احترامي لحضرتك يعني انا بسال سؤال وطبعا مش عيب ان انا اقول ان حضرتك لو هتساعدني انا مستعد تو فيت فور ذات. انا مش هساعدك ابدا. امال انا كل اللي هرشدك تعمل ايه؟ دي مساعده. ايوه ما انا هرشدك هرشدك تعمل ايه؟ بس انت هيبقى عليك عيب المرواح وتقديم الورق والحاجات كلها، بس انا عليا ان انا هرشدك. فدي المساعده بتاعتي هي مساعده ارشاديه. ثانك يو سو ماتش. طبعا ده بس ده انت هتبقى محتاج بقى انك انت تروح الاماكن ديت وتبقى معاك حد يوديك ويجيبك، ولا انت هتقدر تسوق لوحدك؟ معلش ما هو انا بقى هسال حضرتك سؤال مهم جدا، هل او لو انا اشتريت عربيه هل ده بيتحسب ليا ولا ضدي؟ ما جايز العربيه معاك من الاول. لا ما انا جاي من ولايه تانية، فطبعا انا مش هاجي اجيب عربيتي معايا. انت دلوقتي انت بتقول ان انت نقلت الريزيدنس بتاعتك في كاليفورنيا، انت مش جاي من فلوريدا عشان خاطر تروح تبقى هومليس، انت جيت كاليفورنيا خلاص. هو احسن حاجه يا استاذ باسم بعد اذنك معلش سيب رقمك في الكنترول او خد رقم استاذ سليم من الكنترول عشان تفاصيل كتير. طيب خلاص يا فندم يا ريت تكلمه معلش عشان معانا مكالمات تاني. ماشي وان شاء الله تيجي بالسلامه يا فندم وتبقى مرتاح نفسيا وربنا يكون معاك. ثانك يو سو ماتش. شكرا يا فندم. باي باي. ايه تاني؟ مش احنا خلصنا لسه؟ معلش ناخد ابن الرب معانا معلش. طيب الناس بس بتحبك يا استاذ سليم، بتسمع اول ساعه وبعدين في النص الساعه الاخر. طيب ناخد مينا. اتفضل يا مينا. ايوه توني، انا متشكر خالص على المجهود الرائع ده، تصلي عليكم ربنا يعينكم واستاذ سليم طبعا. انا بس كنت محتاج اعرف، انا في نيوجيرسي تمام. اوكي. عايش بقى لي 4 سنين والسنة الجاية ممكن أقدم على الجنسية، جيت عن طريق اللوتري. بس صراحة أنا لاحظت معايا إن موضوع السكن بياخد معايا كتير مبلغ. أمريكا كلها يمينة يعني كده، ده أنتوا عندكم رخيص. ما هو نشكر ربنا طبعا. أنا كنت بشتغل فترة يمكن سنتين ولا حاجة، بس للأسف دخلت في مضاعفات وعمليات وكده. ألف سلامة عليك. الله يسلمك يا سون. فالحقيقه كنت حابب اخد وجهه نظر في موضوع مساعده بالنسبه للسكن. انا طبعا سنجل ومحتاج مساعده من الحكومه من ناحيه السكن. انا بحاول دلوقتي اقدم على شورت تيرم ديسابيليتي، بس الحقيقه موضوع السكن بيسحب مني يمكن 95% من الدخل اللي هو مش موجود اصلا. ربنا يبارك. هو بيقول لك عمل عمليات كتير. اوكي. طب يعني عمليه او اتنين يعني جامدين شويه. مينا مشكله؟ مينا يس. طب مينا انت خدت جنسيه ولا لسه يا مينا؟ لسه 4 سنين. انا هقدم فيها شهر 24 اللي جاي. المشكله جاي. انت جاي لوتري ولا جاي بضمان حد ولا جاي اسايلم ولا ايه؟ لا لوتري دي في 2017. يعني انت جاي لوتري؟ نعم. لا انت جاي باللوتري ولا في ضمان حد ضمن؟ لا اللوتري ما كانش فيه ضمان في 2017. لا لا يعني انت جاي لوتري مش كده؟ انا كسبت في اللوتري بتاع دي في 2017. هو سؤالي انا بقول الجرين كارد بتاعك جالك منين؟ من اللوتري؟ جالي بعد ما انا جيت ب 20 يوم. من اللوتري. لوتري ايوه ما فيش ضامن. الشخص اللي عنده جرين كارد باللوتري بيقدر يقدم يطلب مساعدات لا اول لها من اخر. مساعدات، ومن ضمن المساعدات في حاجه اسمها رينتال اسيستنس. رينتال
اسيستنت يعني مساعده ايجاريه. أيوه. مش سكن مدعم. ايوه مساعده في الايجار يديله مبلغ مثلا. فانت بتروح في مكتب بتاع السوشيال سيرفيس وتقول لهم ان انا حالتي الماليه هي كذا 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 وانا عندي شورت في فلوس الايجار بتاعتي كذا، ممكن يدولك $200 او $300 في الشهر بغرض مساعدتك في الايجار. مش دول اليوم رقم اكلمه المكتب السوشيال سيرفيس، مكتب الخدمات الاجتماعيه السوشيال مش السوشيال سيكيورتي، السوشيال سيرفيس. طيب هو يعني ده ليه اي شروط او حاجه؟ اي ما هو دلوقتي ده هيشوف انك انت سكنك بكام ودخلك قد ايه والعجز بتاعك جاي نتيجه ايه، العجز اللي هو العجز المادي يعني نتيجه ايه. فانت كل اللي بيحصل ان هم بيعملوا لك تقييم للحاله بتاعتك وبيشوفوا انت ايه اللي ممكن يساعدوك بكام. طب هو لو انا مثلا في الوقت ده البرنامج ده زيه زي الفود سامس بالظبط. نعم زيه زي مكتب لازم تكون لو انكم ولازم تثبت ده ولازم يشوفوا البنك بتاعك ويعرفوا عندك كام حاجات كده. مينا بالظبط بالتوفيق يا مينا، دايما يا جماعه ندور على السوشيال سيرفيس في المنطقه بتاعتنا. طيب ده هيقبل ان انا اروح له او كده واتكلم هناك ولا ما تتكلم يا مينا وتشوف هم فاتحين ولا لا؟ انت تتصل بيهم بالتليفون وهم ممكن يعملوا لك انترفيو بالتليفون او يقول لك تعالى دلوقتي في مكاتب بتقابل الناس يعني. بالتوفيق يا مينا ليك ان شاء الله وتاخد الجلسه. مع سيكشن اخر سؤال لو فاتح يا مينا. لو فاتح ينفع طبعا. معلش استحنا عندها مكالمات كتير مش عارفه اخدها. في مكالمات دلوقتي ليه الموضه دي؟ شكرا ميرسي خالص يا مينا، يلا الف سلام عليك. ايه الموضه دي ليه بيقعدوا لغايه اخر وقت ليه؟ مش عارفه عايزين يسهرونا نص ساعه كمان، ايه رايك؟ ماشي بنت الرب اتفضلي، يا ريت السؤال يكون سريع يا بنت الرب. مساء الخير. مساء النور، اهلا بيكي. ازيك يا سميرة وسليم؟ احنا متشكرين قوي على البرنامج الجميل ده. شكرا. اللي بنستفاد منه حاجات كتير قوي. ميرسي ليكي، شكرا على المجامله. اتفضلي. انا سؤالي، انا هنا بقالي تقريبا حوالي 19 سنه، كنت جايه عن طريق ضمان اخويا وبس، الحمد لله خدت الجنسيه نشكر ربنا. الف مبروك. بس انا قاعده مع ابني وابني ده واخد شقه ايجار، فأنا كنت عايزة أقدم على المعاش، فمش عارفة لما أقدم على المعاش هقول إن أنا قاعدة مع ابني. ولايتك إيه يا ماما؟ كاليفورنيا. نيوجيرسي. نيوجيرسي. طيب أوكي. أوكي يا حبيبتي، أنت عايزة تعرفي هتقولي إنك قاعدة مع ابنك ولا لأ؟ هل في أي مانع إن حد يقدم على المعاش وهو قاعد مع حد؟ مفيش يعني في تأثير في الفلوس. في تأثير في الفلوس، أوكي. طب ممكن تشرح لنا؟ ببساطة جدا، افرضي حضرتك في نيوجيرسي الإس إس آي للشخص الفردي، لأن ابنك مش هيعتد بيه في الحالة دي، افرضي إن هو $800 في الشهر. ماشي؟ ال $800 دول متقسمين ثلاث أجزاء. $200 مقابل السكن، $200 مقابل الأكل، و $400 مصاريف حياتك. الأكل دلوقتي أنا باخد، معلش يا أستاذ سليم، أنا باخد فودستان. أيوه معلش مش هتفرق يا حبيبي. سبقتيني بس. ال $200 بتوع الأكل دول شالوهم وخلوا مصاريف الشخص العادية $600. يعني هي هم $800. لكن في $200 مقابل السكن. لو أنت بتدفعي سكن هيدوك ال $200. انا فعلا يعني هي تكون مؤجر من ابنها، بدفع في السكن ولادي بيساعدوني $100. بيساعدوكي لكن انت ما عندكيش دخل. لا ما عنديش دخل. بالظبط. يبقى هو اللي بيحصل ازاي؟ ما اشتغلتش في امريكا. ما انا اللي بيحصل ازاي؟ اول شهر بكتفي ان انا اخد ال $600. وتاني شهر اروح مقدم طلب انا وابني مع بعض احنا الاثنين ونقول بقينا شركه في الايجار. انا بدفع 550 وهو بيدفع 550 او 600 و600. هو فعلا احنا الشقه واخدينها ب 1000 وشويه. معلش يعني احنا نشلنا والنشان ده في مكان. فهو اللي بيحصل انت اول شهر هيدوكي ناقص ال $200 اللي هما مقابل السكن. وبعد الشهر اللي بعد منه خلاص خدت فلوس، ابنك يقول لك بقى يا ماما انت خلاص ربنا بارك لك وخدت فلوس، اشتركي بقى معايا في تكاليف السكن. تروحوا مقدمين طلب للحكومه وتقولوا فيه للسوشيال سيكيورتي ان احنا ايه مشتركين في السكن احنا الاثنين، يروحوا مدين لك ال $200. طيب
اوكي حبيبتي، يعني كله يا جماعه تقديم الورق اللي انا مش مفهوش خيانه، ان انا مثلا قاعده بدفع ايجار او اي حاجه. لا ما انت دلوقتي انا ما اعرفش، انت لسه هتقول الكلام ده هتقوليه بعدين مش دلوقتي. ما انت دلوقتي ما بتدفعيش ايجار. انت معكيش حاجه تدفعيها دلوقتي، ما معكيش حاجه تدفعيها دلوقتي. Yes. الكلام ده لما الفلوس تخش جيبك تقولي ابنك هيقول لك ماما انت خلاص بتاخدي فلوس، ساهمي معايا بقى. طب هساهم معاك يا ابني ب 550 دولار. لازم نقول الكلام ده مين؟ للسوشيال سيكيورتي. والسوشيال سيكيورتي بناء عليه يروحوا رافعين لك المبلغ اللي هم بتاع الـ بتاع الـ لما هم في الاول بيخصموا لي 200 دولار سكن يعني. هنا في كاليفورنيا بيخصموا 250. شكرا. انا قاعده مع ابني يعني. مظبوط حبيبتي، اشكرك جدا يا بنت الرب. ميرسي. معلش انا اسفه. اهلا اهلا بيك. شكرا شكرا. بتنورنا بتنورنا في وجودك وبتنورنا في عقلنا كمان. طب الحمد لله. طيب ناخد عادل، اتفضل يا استاذ عادل وسريعا لو سمحت. مساء الخير. اهلا اهلا. انا كنت بسال بس انا سمعت الاستاذ سليم بيقول الاس اس اي بياخد 900 وحاجه. انا مقدم على الاس اس اي بس ما باخدش ال ولايه ايه يا فندم؟ هنا في كاليفورنيا. ايوه يا فندم. حضرتك متزوج يا فندم؟ متزوج. طيب عشان كده 790 يا فندم. لا 700 بالظبط، 771. ماشي. طب معلش هقول لك انا. هما دلوقتي عاملين ان انت وزوجتك الاثنين بيسموكم وان هاوس هولد، انتوا الاثنين. وعاملين ليميت لكم انتوا الاثنين. الليميت ده لما تتعداه الزياده اللي تعديتها ياخدوها من الاس اس اي بتاعك. يعني افرض ان هما بيقولوا انت وزوجتك تعملوا 1600 دولار في الشهر. ماشي، عملتوا 1800. عملتوا 1800، يشيلوا منك انت ال 200 دولار. عشان حضرتك ما عنديش انكم ولا مراتي بتشتغل، ما عندناش انكم خالص. لا يبقى الانكم بتاعنا لا لا لا، هو 771 ممكن صح، هو 771 مش 790. هي مراتك بتاخد اس اس اي كمان؟ لا طيب انت تاخد 954. لو هي مش بتاخد يبقى انت فعلا تاخد 954، ده حقيقي. في حاجه غلط عندك. لا لا في حاجه غلط عندك. ازاي اصلح الغلط؟ كلمني بقى عشان ده موال طويل عريض، بكلمني وانا اقول لك ازاي تروح تعمله. هو انت دلوقتي لما انت قدمت لما بتاخد الاس اس اي قدمت عليه امتى؟ بقى لك قد ايه؟ من حوالي من سنه تقريبا. اوكي، اول ما ادولك ادولك كام؟ اول ما ادولك ادولك كام؟ يعني هم حسبوا لي السنه اللي فاتت دي كلها اللي هم يعني اللي كانت الكيس شغاله فيها، وادوني حوالي 2000 وحاجه، قالوا لي ده جزء. معلش. وهيدوني الباقي اللي هو بتاع السنه. لا الشهري، الفلوس الشهريه بتاعتك. الشهري 771. لا ما هو 771 مضروره بسبب دخل موجود من سكه تانية. طيب معلش. هو كان في حضرتك هو كان في كان ابني بيساعدني ب 400 دولار بس وقفوا، وبعت لهم ورقه بكده من ابني نعمانضيه يعني ان هو ما احنا ما جبناش التايهه يعني. اهو اتضح ان في حد بيساعدك اهو. اتفضل. ما هم لازم الوضع يتصحح. بس لازم الشخص بس انا بعت لهم ورقه. ما تنفعش. انا بعت لهم ورقه. ما ينفعش انت اللي تبعت، لازم الشخص يعني اللي هو بيدي لك المساعده هو اللي يبعت ويقول. ايوه حضرتك، يعني هي ورقه كانت يعني ابني كتبها ومضى عليها ان هو وقف المساعده من شهر ابريل وبعتها لهم. ما قدمتها بقالك قد ايه؟ بقى شهرين. هي بعد 770 دلوقتي. بعد هو هي بتعمل تاثيرها بعد 60 يوم. يعني ان شاء الله الشهر الجاي يجي لك المبلغ يا فندم. بعد 60 يوم بس. طب لو كنت عملت الاجراءات صح. صح. طب حضرتك دلوقتي يعني هو الشهر اللي احنا فيه 7 انا خدت 775 والشهر 6 خدتهم. هل ممكن مثلا شهر 8 الاقي 770 دي تصلحت؟ ما هو لو هم صلحوا الوضع، ما انت المهم ان هم يكونوا يستجيبوا. طب خلينا نشوف الشهر الجاي، لو ما حصلش كده اتكلم استاذ سليم وهو يقول لك. اي طلب تغيير في حاجه بتاثيره بيبتدي بعد 60 يوم. طيب حضرتك انت قلت كان 900 كام؟ 954. 954، هل دي مثلا حاجه مثلا معروفه اي حد بيقدم على الاس اس اي
ياخد ال 954؟ لا مش فاهم السؤال. ايوه حاجه معروفه يا يعني فندم. ال 954 954 دي ثابته ليك اذا كانت زوجتك ليس لها دخل وما عندهاش دخل من اي حته تانية. لا ما عندهاش اي دخل. اي مساعده بتجيلك من اي حته تانية بيعتبروا ده فوق الفلوس بتاعتك ويخصموا من الاس اس اي بتاعك. لا شكرا. حاجة بتجيلي خالص. شكرا يعني يا فندم. المفروض ان انا اكلمهم واقول لهم على ال 900 دي يعني هو المفروض تدفعوا لي 900 دي حاجه عاديه ممكن؟ هو انت لما بتبعت هو بيبعت جدك او اللي انت بتقول عليه بيقول كده ان انا فلان الفلاني انا ما بساعدش فلان الفلاني ده اعتبارا من تاريخ كذا واخد بالك وان انا توقفت عن مساعدته بالتاريخ الفلاني لانه بدا انه حصل على الاس اس اي. انت بتاخد الجواب ده وتروح محاطط معاه جواب من عندك انت وتقول ان انا لم اعد يعني اخد فلوس من هذا فلوس من فلان الفلاني وبناء عليه ارجو انكم ترفعوا المبلغ الشهري بتاعي الى الحد الاقصى اللي هو 954. عامه يا فندم احنا بنشكرك جدا على اتصالك. انتظر الشهر الجاي لو في اي حاجه كلم استاذ سليم. اقول حاجه بس اخر اتفضل يا فندم. حضرتك يعني هم طلبوا مني الشهاده بتاعت الجنسيه وبعدين بعتها لهم في جواب وكده جوه الجواب ده حطيت الورقه دي يعني هم خدوها. ما هو المهم الاستجابه مع حضرتك يا فندم. طيب. كل اوفيسر بيمسك الورقه على فكره ممكن يكون مختلف عن الاوفيسر التاني ممكن ما يكونش عاجبه الورقه او خطك مثلا او ممكن يكون فعلا هيديك الفلوس في شهر 8. لا بس طيب. انت اصل انت لما بتبعت حاجه بتبعت طلب مستقل ما تحطوش مع من ضمن ورق تاني. انت حاجه بيسموها انك انت او ممكن يتصل ويقول لهم انتوا استلمتوا الورقه ولا لا. هو دلوقتي بيعمل في حاجه اسمها في الاس اس اي في حاجه اسمها تشينج ريبورت. تشينج لازم الريبورت يتعمل. لازم يقول الريبورت يقول ان حصل انا كنت باخد 400 دولار من والدي ووالدي توقف وادي الشهاده موجوده اهي حتى ممكن يعملها نوتري بابليك يختمها من النوتري بابليك على ان الوالد هو اللي عاملها ويقول لهم بناء عليه انا ما عدتش بيجي لي المبلغ ده من فضلكم ارفعوا لي. طيب. طيب شكرا جدا يا فندم على سؤالك وانا يعني عارفه ان احنا سهرناك جدا بس ناخد اخر مكالمه معانا مسعود وبنعتذر للساده المتصلين الاخرين يعني فممكن ناخد مسعود سريعا. اتفضل يا استاذ مسعود. مساء الخير يا زي. اهلا وسهلا يا فندم. سؤال حضرتك ايه؟ سؤالي سريع مش بطول عليك بالنسبه لايا عنده الاطفال. لا صوتك بيقطع يا فندم. بالنسبه لايه؟ طب ثواني يا فندم. بالنسبه للريتاير اوكي لما واحد يطلع ريتاير معاش ايوه وعنده اطفال تحت السن القانوني هل في حاجه بتيجي جنب المعاش للاطفال دي؟ لا انت المعاش بتاعك انت عندك اطفال ما عندكش اطفال ده معاشك انت بتاخد بس انت بتاخد معاش انت بتقول معاش يعني ريتاير ريتاير بس انا لسه في الستين لان انا اكتر من الناس قالوا لي على النقطه دي لما يكون معاك اطفال تحت السن القانوني في حاجه بتيجي مع المعاش للاطفال دي لما يكون المعاش بتاعك يعني كل ده بكش ايوه ما تسمعش يعني كل الكلام يا جماعه كله بكش كله أنا كلام انا في الكنيسه صاحب دي اسمها فتاوي حضرتك لما بتوصل للسن القانونيه وبتطلع على المعاش وفوق 67 سنة لو زوجتك فوق ال 62 سنة زوجتك بتاخد جزء من معاشك اسمه سورفايفور يروح لزوجتك بحكم القانون. طب ما انا زوجتي معايا وانا ارتبطت بيه. ما انا بقول لك اهو يعني انت افرض وصلت سن 66 سنة او 67 سنة وزوجتك سنها 62 سنة المعاش اللي طلع لك لو طلع لك 1000 دولار هيدوا منهم 250 لمراتك والباقي انت تاخده. وهي عايشة معايا؟ وهي عايشه معاك اسمه سورفايفر. انما موضوع الاطفال ده يجي لهم حاجه ما فيش منه الكلام ده. هو دلوقتي ايه اللي عنده اطفال ده ايه يعني الميزه اللي عنده من واحد ما عندوش اطفال؟ انا بقول الكلام ده من امريكي الاطفال وواحد معانا مصري. لا 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 الاطفال ده حاجه نوع من المساعده ملهاش دعوه بالمعاش. بعد الشر أيوة عايز تتكلم على الحاجات دي بقى بعد الشر يعني لو حصل لك حاجه ده موضوع تاني نتكلم فيه الحلقه الجايه يعني
طيب ما نشوف اذا كان في حلقه جايه. ربنا يديك الصحه يا فندم. مش هطول عليكم مش هطول عليكم. هو دلوقتي الشخص اللي بياخد المعاش وبيتوفى بعد سن معينه وعنده اطفال صغيرين المعاش بيروح للاطفال وللزوجه، الزوجه والاطفال. لكن في حياته ما فيش حاجه بتروح لاي حد بس الا للزوجه لو يدرع. ايه لو يدرع دي؟ يعني الحكومه لو خدوا المعاش وعطوا له الزوجه مش مشكله. لو يدرع يعني ايه؟ انا طلعت على المعاش. شكرا يا فندم ميرسي يا استاذ. طلعت على المعاش وانا سني 67 سنه وزوجتي سنها 65 سنه. ماشي. تاخد واحد على ثلاثه من معاشي. طيب ودي لو يدرع فيها ليه؟ ولا اشتغلت ولا عملت ولا معلش بس دي شريكه حياتك. احنا هنقفل بين الحلقه معاك بقى ولا ايه؟ لا هي دلوقتي لا اشتغلت ولا تعبت ولا عملت. أيوة. مش استحملت السنين دي كلها استحملت. ايوه امال ايه؟ طيب يعني دلوقتي هما الاثنين واحد عامه يعني كل الفلوس تاخدها زي ما هو. ايه ليه الحكومه بقى الحاجه الرئيسي مش سرفايفر؟ ايوه يعني بتحاول تسرفايف مش سرفايفر. يجي الراجل يطلع على المعاش يفاجئ ان المعاش بتاعه كان 1000 دولار 250 راحوا للست. ايوه من القانون بالقانون واخد هو الراجل بقى ايه يعني بقى هيقطع هدوم ليه؟ ما كده كده الفلوس كلها رايحه لها يا فندم. ما خدتهم اوانطه. تخيل ايه؟ خدتهم اوانطه. هو هم بيتكلموا على الحاجات دي على اعتبار ان هي بعد الشر. يعني لو الشخص اللي اتوفى المعاش بيروح للزوجة بالكامل بالكامل لما تكون سنها over 65. أقل من 65 between 62 و 65 بتاخد واحد على ثلاثة. أيوة ده كلام جميل قوي. احنا نهينا الحلقة بكلام جميل قوي. أنا يا فندم شكرا جدا. وعايز أقول لحضرتك حاجة إن الحلقة بتاعتي المفروض إنها ساعة لكن حلقة أستاذ سليم تقريبا الوحيدة لساعة ونص ولكن النهاردة داخلين على ساعتين. لا إنما أصل يعني احنا دلوقتي قعدنا في نص الفترة الناس ما بتقعد تسأل في الآخر يحللهم السؤال في الآخر. وأكون أنا خلاص يعني عايز أمشي بقى يعني. لا أنت منورنا دايما. شكرا جدا أستاذ سليم إبراهيم سوشيال وركر. ما تحرمش من كل إجاباتك ودايما بتفيدنا وبنشكر كمان السادة المشاهدين. واشوفك بقى الجمعة الأولى من شهر 8 بإذن يسوع إن شاء الله بإذن الله. شكرا ليك وأعزائنا المشاهدين. بكرة مفاجأة كبيرة جدا جدا معنا دكتور دلال عكوري. ودكتور دلال هي متخصصة في علاج أمراض الكانسر من غير أدوية يعني بتقول لكم حاجات معينة وأكلات أو أعشاب هي بتعملها. وهي طبعا معروفة جدا عملت لقاءات كتير مع أوبرا ودكتور فيل ودكتور آز وعملت وعالجت ممثلين كتير جدا جدا. وبكرة هنتعلم معاه حاجات. وهي كمان صاحبة أكتر كتاب بيتباع على ثلاث كتب بيتباعوا على أمازون. فهي ست مشهورة جدا وشاطرة جدا جدا في شغلها وأخدت الأسبوع اللي فات 3 أوردز. هنتكلم على كل الحاجات دي بكرة وهنتعلم إزاي نعالج نفسنا بحاجات موجودة عندنا في البيت. فبكرة حلقة مهمة جدا كنت مستنياها بقالي سنين. هي كانت معنا مرة من 7 سنين فدي تاني مرة نجيبها. فأنا فرحانة جدا. انتظروني غدا 4:30 بتوقيت كاليفورنيا و7:30 بتوقيت نيويورك علشان نحافظ على صحتنا وصحة أولادنا. فاسأل مع ميرا كوبتكسات تي في. بحبكم كتير. نسامح بعض ونصلي لبعض ونحب بعض. واشوفكم بكرة. باي باي.